بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يلي قراءة كتاب أسس الجيوبوليتيكا ومستقبل روسيا، تأليف ألكسندر دوغين المفكر الروسي الكبير. ويجري تدريس الكتاب في الجيش الروسي والأكاديميات العسكرية الروسية. ويقول المؤلف في مقابلات تلفزيونية إن بوتين ينفذ أفكاره الواردة في الكتاب، وأن حرب أوكرانيا والتحالف الإيراني الروسي ضد الثورة السورية أيضا من أفكار الكتاب. ويدعو المؤلف إلى تكوين إمبراطورية آسيو أوروبية يقودها الروس وتعتمد على الديانة المسيحية الأرثوذكسية واللغة الروسية للتصدي لحلف الناتو، كما يدعو لتقسيم تركيا باعتبارها زعيمة العالم الإسلامي السني. صدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 1999 عندما كان بوتين رئيسا للوزراء. ويسود اعتقاد قوي بأن المؤلف يلتقي بوتين كثيرا، رغم أنه رفض في لقاءات تلفزيونية تأكيد أو تكذيب إذا كان قد التقى بوتين، لكنه يفخر بأن كتابه أصبح عقيدة الجيش الروسي. ويدعو المؤلف إلى تمجيد الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، ويردد المقولة الروسية التي تقول قيصر في الرأس وبابا في القلب، فهو يدعو لتوريث الحكم في روسيا وإعادة الحكم القيصري الكنسي كما كان في العصور الوسطى. يشعر المؤلف بالألم الكبير لأن دولا كثيرة كانت تحكمها روسيا خرجت من سيطرتها، مثل أوكرانيا وفنلندا وبولندا وكازاخستان وجمهوريات آسيا الإسلامية. وإلى نص الكتاب: أسس الجيوبوليتيكا، مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي، تأليف ألكسندر دوغين، تعريب وتقديم الدكتور عماد حاتم. تقديم: قبل عام واحد من غروب شمس القرن الماضي صدرت عن دار أركاتوغيا سنتر في موسكو الطبعة الثالثة من كتاب أسس الجيوبوليتيكا، مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي لمؤلفه ألكسندر دوغين. ويصف المؤلف عمله بقوله: الكتاب أول مؤلف تعليمي باللغة الروسية في علم الجيوبوليتيكا، عرضت فيه بمنهجية وتفصيل أسس الجيوبوليتيكا، نظريتها وتاريخها، كما أنه يغطي ميدانا واسعا من المدارس والرؤى الجيوبوليتيكية والقضايا العملية. ولأول مرة تصاغ العقيدة الجيوبوليتيكية لروسيا. إنه الدليل الذي لا بديل عنه بالنسبة لجميع من يتخذون القرارات في الميادين الأعظم أهمية في الحياة السياسية الروسية، من السياسيين وأصحاب المشاريع والاقتصاديين والمصرفيين والدبلوماسيين والمحللين وعلماء السياسة ومن في حكمهم. والكتاب غني بموضوعاته وبجدة الآفاق التي يرتادها المؤلف وتخريجاته التي تجمع بين الرؤية المعاصرة والمعطيات التاريخية البعيدة وتأسيس الأطروحات السياسية أحيانا على خليط طريف من الخصائص الإثنية والمعتقدات الدينية والتكوين الروحي للأفراد والشعوب. يضاف إلى هذا طرافة تقسيم الكتاب والعناوين الكثيرة التي تشير إلى الأبواب والفصول والمقالات في كل فصل، كما تنعكس طرافته في النصوص المترجمة التي يختارها المؤلف من الأصول الأوروبية. يضاف إلى ذلك كله عشرات الخرائط الجيوبوليتيكية والمسرد الذي يختم الكتاب، وقد تضمن عددا وافيا من المصطلحات المتعلقة بهذا العلم الجديد الجيوبوليتيكا. وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن فهم الكتاب لن يكون كاملا إلا بقراءته في ترجمة متأنية جادة معززة بالشروح والهوامش. والكتاب يقع في مقدمة وثمانية أبواب نستعرضها فيما يلي. تستقل المقدمة بتعريف هذا العلم الجديد الجيوبوليتيكا، الذي يفترض بسبب طابعه التركيبي استدعاء عدد كبير من العلوم ليؤكد من خلال ذلك على أنه علم لا يقارن بالعلوم المفردة بل بمنظومات العلوم. وإن كانت الماركسية وليبرالية آدم سميث تطرحان مقولة الاقتصاد مصيرا، فمقولة الجيوبوليتيكا هي التدريس الجغرافي مصيرا، ذلك أن الجغرافيا والمدى المكاني يلعبان فيها الدور الذي تلعبه النقود والعلاقات الإنتاجية في الماركسية والليبرالية.
وإليها إلى الجغرافيا والمكان تنتهي الخطوط المؤسسة للوجود البشري. وبهذا المفهوم تعرض الجيوبوليتيكا ثبوتيتها في مسألة تفسير الماضي وفعاليتها اللامتناهية في تنظيم الحاضر وتصميم آفاق المستقبل. ذلك أن العنصر الأساسي في الجيوبوليتيكا هو الإنسان المحدد بالمدى المكاني الذي نشأ وتكونت اشتراطيته ضمن خصوصية مميزة هي التضاريس الجغرافية للمكان، وهذا ما تجسده بصفة خاصة التجليات الكبرى للإنسان كالدول والإثنيات والثقافات والحضارات الكبرى وما إلى ذلك. وإذا كان ارتباط الفرد بالاقتصاد أمر بين، وكانت الاقتصادية مفهومة بالنسبة للبشر الاعتياديين مثل ما هي مفهومة بالنسبة لمرجعيات السلطة، الأمر الذي جعلها حسب ما يرى المؤلف تحقق شعبية واسعة وتؤدي مهمة تعبوية تصل إلى درجة إشعال الثورات المؤسسة على استقطاب الجماهير البشرية. فإن ارتباط الإنسان بالمكان والأطروحة الأولى للجيوبوليتيكا لا يظهر بصفة ملموسة إلا على بعد معين من الإنسان الفرد، ولهذا السبب لم تتحول الجيوبوليتيكا بعد إلى أيديولوجيا، أو بكلمة أدق إلى أيديولوجيا جماهيرية. فمنطلقاتها الأساسية وموضوعاتها وقف على المرجعيات العامة على القضايا ذات المدى الواسع كالتخطيط الاستراتيجي والسنن الاجتماعية ذات المستوى الكوني وما إلى ذلك. ولهذا السبب يؤكد المؤلف على أن الجيوبوليتيكا هذا العلم الجديد هي وجهة نظر السلطة، هي علم السلطة ومن أجل السلطة، ويكشف تاريخها بطوله على أن من عكفوا على دراستها كانوا دون استثناء ممن شاركوا في حكم الدول والأمم أو ممن يهيئون أنفسهم للقيام بتلك الأدوار. فهي تمثل في العالم المعاصر دليل رجل السلطة، وبكلمة أدق هي كتاب السلطة يقدم ملخصا ينبغي وضعه في الحساب عند اتخاذ القرارات الكونية المصيرية كعقد التحالفات وشن الحروب والقيام بالإصلاحات أو الإجراءات الاقتصادية والسياسية على مستوى واسع. ويختم المؤلف تعريفه بهذه الكلمات الثلاث: الجيوبوليتيكا، علم الحكم. وقبل أن يشرع المؤلف في شرح هذه الأطروحة الجديدة في كتابه، يؤسس لذلك بمناقشة فكرة صميمية مؤداها أن الصراع الإنساني أمر طبيعي مركوز في صلب الوجود الكوني. والصراع الذي يسوقه المؤلف مثالا يختلف عما هو مألوف في هذا المضمار كالصراع الإثني أو الطبقي أو القائم على الرغبة في الاستئثار، ويصوره مكنونا في التركيبة الأولى للبناء الكوني تعبر عنه ثنائية التيلوروكراتيا والتالاسوكراتيا، القوتين البرية والبحرية مجسدتين في عفوية البر الثابت الصلب وعفوية البحر السائل الجاري. واستعراض هذه الثنائية والصراع الكونيين يقرب المؤلف من الهاجس الأساسي الذي يخترق صفحات الكتاب الطويلة، وهو ضرورة الخروج من دائرة القطب الواحد الذي آل إليه العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والبحث عن الطريق الذي يمكن أن تؤدي إلى ذلك. فالقوتان اللتان خاضتا الصراع على مدى القرن العشرين هما روسيا الأوراسيا القوة البرية، والعالم الغربي الذي يسميه بالأطلسي القوة البحرية، وما برحت قدرات هاتين القوتين في تعاظم حتى اتخذت صيغة الرعب النووي الذي فرض عليهما إما نقل المواجهة إلى خارج الأرض أي حرب النجوم، وإما أن يفني أحدهما الآخر. وتواصل الصراع على هذه الصورة حتى انتهى لصالح القوة البحرية التي لا تزال تحقق انتصاراتها، ويترادف ذلك بتطلع تلك القوة إلى فرض هيمنتها ورؤاها وعولمتها على العالم وإقرار أحادية القطب على الصعيد الدولي. بينما يرى المؤلف أن هزيمة القوة البرية ليست إلا ظاهرة مؤقتة تعود الأوراسيا بعدها إلى رسالتها القارية التي تتخذ صيغة جديدة تأخذ في الحسبان جميع العوامل الجيوبوليتيكية الجديدة وتحقق انتصارها، وهو ما يحاول المؤلف توكيده من خلال أبواب الكتاب التالية. يخصص المؤلف البابين الأول والثاني من كتابه لدراسة الجيوبوليتيكا
من خلال جهود أكبر العلماء المؤسسين لهذا العلم وما جاءوا به من نظريات، فيتوقف أمام المدرسة العضوية الألمانية التي أسسها في راتسيل وقوانينه السبعة التي طبقها على التوسع الترابي للدول وكانت مترافقة مع بدايات الاستعمار الغربي، ثم يتحدث عن ري تشيلن وفي نومن اللذين أكسبا أفكار راتسيل ملامحها التطبيقية، وعن دور العالم والسياسي الإنجليزي هي ماكينز الذي قرأ خارطة العالم البرية البحرية قراءة جيوبوليتيكية دقيقة وأدرك موقع الأوراسيا فيها فسماها المحور الجغرافي للتاريخ الكوني، فكان لهذا السبب حريصا على الحيلولة دون توحد القوى الأوراسية. ويواصل المؤلف دراسة منظري القوة البحرية الأمريكيين الذين أعانتهم سياسة بلادهم على تطبيق نظرياتهم على الواقع العملي، ومن هؤلاء أي ماهان وني سبيكمان منظري سياسة الهيمنة الأمريكية على المناطق الساحلية وإغلاق منافذ الأوراسيا على الآماد البحرية. ثم يستعرض نظرية كي هاوسهوفر المتعلقة بإقامة الحلف القاري برلين موسكو طوكيو وكيف حرف هذا التوجه حتى تحول إلى حرب ضد روسيا أيام هتلر. ويلتفت بعد ذلك إلى أعمال العالم الكبير كي شميدت ونظريته المتعمقة حول المواجهة بين القوتين البرية والبحرية واللتين استعار لهما اسمي هولتين أو هولتين ورد ذكرهما في العهد القديم وهما إبهيموت ولوياثان. ثم يقدم المؤلف بعد ذلك نظرات الأوراسيين الروس بي سافيتسكي ومريديه حول الأوراسيا وما يسمى بؤرة التطور وخصوصية روسيا ومفهوم الأيديوكراتيا الجديد، ويشير إلى الفرادة العرقية الروسية التي تمثل تذاوب الغابة بالسهب انصهار العنصرين السلافي والتركي، مؤكدا على طرافة هذا الطرح وجرأته. وتتوالى في الباب الثاني المخصص للنظريات الجيوبوليتيكية المعاصرة إعداد من الأسماء المعاصرة دي ماينينغ وبي كوين وكي جرين وهي كيسينجر والآراء المرتبطة بها، كما يبسط المؤلف نظرية سي هينتينغتون حول صدام الحضارات وفي فوكوياما حول نهاية التاريخ وجيوبوليتيكا جي أتالي، ويتطرق إلى العولمة مفهومها وخلفياتها ليتحدث بعد ذلك عن العولمة ما بعد الكارثية للبروفيسور سانتورو. وبعد أن يعرض مفهوم الجيوبوليتيكا التطبيقية الداخلية مدرسة إيف لاكوست فالإلكترونية، يعلن بأن الجيوبوليتيكا التطبيقية ليست جيوبوليتيكا، لكنه ينظر بكل التعاطف والاحترام إلى جيوبوليتيكا اليمينيين الجدد التي اتفقت مع المسار العام لفكر الألمان القاريين في فترة ما قبل الحرب، وقد عبرت عنها أطروحة أوروبا ذات الرايات المئة لألين دي بينوا وأوروبا من فلاديفوستوك إلى دابلن لجان تيريار ونظرية النمساوي يي فون لوهاوزن المتفقة مع أفكار هاوسوفر ورؤية كارلو تيراتشانو القائلة بروسيا زائد الإسلام يساوي إنقاذ أوروبا، وهي تتناغم في مجموعها مع توجه هؤلاء اليمينيين الجدد إلى وحدة القارة الأوروبية لتتحول قطبا يمكن أن يقف في وجه القطب الأطلسي الواحد. أما نظرية لي غوميليوف المتعلقة بالأوراسيا كبؤرة تطور خصبة ملائمة لتشكلات إثنية وثقافية جديدة يتميز بينها الإثنوس الخاص الذي كونه التذاوب السلافي التركي، ونظرته إلى الاندفاعية ورؤيته الطريفة إلى التجدد الإثني وآليته، فتدخل بمجموعها جزءا صميميا في رؤى الأوراسيين الجدد التي ترى في أوروبا قوة قارية محتملة تتكامل مع قوى أخرى إسلامية وغير إسلامية لتكون الحلف الاستراتيجي القوي الذي يواجه الأطلسية ويفرض ثنائية القطبين أو تعددية الأقطاب.
وهكذا تتنوع النظريات وتتعدد، ويأتي من ينتقد سابقه أو يصوبه أو يكمل طريقه، وتستوقفنا طرافة هذه النظريات وحدة بعض المواقف فيها. ومع ذلك فلا بد وأن تختزن ذاكرة القارئ نتفا من فلسفة الجيوبوليتيكي الأوروبي الأول في راتسل ابن القرن التاسع عشر والمتوفى في مطلع القرن العشرين، والذي واكبت حياته المادة الاستعماري الأوروبي، فرأى أن الدول الكبرى تعيش خلال تطورها إحساسا بالميل إلى التوسع الجغرافي في حدوده القصوى، والذي يتدرج حتى يشمل الكرة الأرضية كلها ما لم يلقى من يتصدى له ويوقفه. يضاف إلى ذلك القانون السادس من قوانين في راتسل في التوسع، وينص على أن الباعث على التوسع يأتي من الخارج، إذ أن الدولة تثار للتوسع على حساب الدولة أو الأراضي ذات الحضارة الأدنى. فاتهم بأنه يقدم الدليل المرشد للإمبرياليين الذين ساروا على قوانينه ولا يزالون. فهل انتبهت الشعوب المستضعفة إلى أن تجعل من قوانين راتسل الدليل المنبه للمستضعفين فتتحالف وتستعد لمواجهة الشر؟ إذ أن راتسل على ما يبدو كتب قوانينه في القرن التاسع عشر لتطبق في بداية القرن الحادي والعشرين. وهناك نقطة أخرى تستوقف النظر، وهي أن هذا العلم الجيوبوليتيكا يكاد يكون وقفا على الدول العظمى أو ما فوق العظمى، إذ أن الثنائية الجيوبوليتيكية المؤسسة لا تمس الثانويين على مستوى الدول إلا بطريقة غير مباشرة، وتأثير هذه الدول على مسيرة المواجهة الكونية غير ذي شأن. ولهذا ينتسب أكبر ممثلي هذا العلم إلى ألمانيا وإنجلترا وأمريكا وروسيا وفرنسا، أي الدول الفاعلة على المستوى الكوني. أما من وجدوا في دول كإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ورومانيا فلم يكن لهم ذلك التأثير المطلوب. ومن اللافت للنظر ما يشير إليه المؤلف في مقالة مصائر العلماء مصائر الدول، حيث يفصل بين نوعين من العلماء: من لقوا الأذن الصاغية في بلادهم التي عاملتهم بكل تفهم واحترام فنهضوا بها وأوصلوها إلى أعلى عتبات الهيمنة والتوسع الكونيين بريطانيا وأمريكا، وبين من لم يجري الإصغاء إليهم إلا قليلا كما في فرنسا وألمانيا، أو انحدر تعامل بلادهم معهم حتى الحضيض كما في روسيا. ولهذا حققت دول الغرب السيطرة العالمية، بينما دفعت ألمانيا سقوطها من التاريخ لمدة نصف قرن ثمنا لإهمالها أطروحات الجيوبوليتيكيين. أما الاتحاد السوفيتي فهبط تأثيره العالمي حتى الصفر، وتقلصت مساحته بشدة، وتحول اقتصاده ووسطه الاجتماعي إلى أطلال. ويكمل المؤلف تعريف الجيوبوليتيكا في خاتمة الباب السادس من كتابه، فيصفها بأنها علم علماني دنيس دنيوي، وفي عبارة تالية يلطف وصفه بالقول: ولهذا يمكننا القول أن الجيوبوليتيكا تشغل وضعا بينيا بين العلم التقليدي أي الجغرافيا المقدسة وبين العلم الدنيس. فهل يراد من ذلك الوصف استمرار تبرير مسلك الأقوياء الذين ما اعتدوا خلال مسيرة التاريخ إلا بالقوة؟ وكان الاستعماريون في كل مرحلة من التاريخ الحديث يخرجون تحت ستار نظرة جديدة وهكذا، وتحت شعارات المجال الحيوي وتحضير الهمج والرسالة التحضيرية والحماية والانتداب وسواها أبيدت شعوب. فهل أدرجت الجبرية الجيوبوليتيكية في هذه القائمة اليوم واعتمدت ستارا للنشاط الاستعماري بداية من مطلع القرن الحادي والعشرين؟ في البابين الثالث والرابع، ويعد الأول منهما تمهيدا للثاني، تطرح تأملات المؤلف حول موضوع وحيد هو روسيا، فيجري التوكيد على الهيرت لاند الذي يضاعف في رأي المؤلف من فرادة تلك البلاد. أما الخلاص من الوضع القائم فيراه المؤلف في تجميع الإمبراطورية الروسية السابقة واستباق ما يخشى حدوثه في المستقبل، كأن تقوم الصين بقفزة يائسة نحو الشمال، أو تتحرك أوروبا باتجاه الأراضي الروسية الغربية، أو يتجه المعسكر الإسلامي نحو التكامل مع آسيا الوسطى. وانطلاقا من أطروحة ليس للروس دولة الآن، ينتقل المؤلف إلى مناقشة مشروعية ما بعد الإمبراطورية، والتي تطبق الآن على البلدان التي ظهرت على أنقاض الاتحاد السوفيتي.
ويشير بمرارة ممزوجة بالسخرية إلى تطبيق هذه المشروعية فيما مضى على المستعمرات والدومينونات السابقة، وبموجبها انتقلت غالبية المستعمرات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والهولندية السابقة إلى سيطرة الولايات المتحدة، كما جرى تطبيقها على الدول الأفريقية خلال عملية ما يسمى بتصفية الاستعمار. ويسترسل المؤلف في شرح طبيعة الشعب الروسي امتداده على خارطة العالم وتكوينه الإثني والتاريخي وأفقه اللاهوتي، لينتهي إلى مناقشة قضية يؤكد على أنها لا تقبل المساومة، وهي ضرورة إيجاد الإمبراطورية الروسية. فالفيدرالية نظام مرفوض في رأيه، وروسيا لم تعرف ما يسمى بالدولة الأمة ولا الدولة الجهوية، ولا الاتحاد السوفيتي كان دولة من هذه الأنماط. وعلى عدد كبير من الصفحات وبخط كبير من التفصيل ينتقد الآلية الحكومية القيصرية ومنها السوفيتية، ويستعرض وجوه الخطأ في كل من النظامين. ومن الأخطاء السابقة يستنبط القواعد الأساسية للإمبراطورية الأوراسية الجديدة التي ينبغي أن تقام دفعة واحدة كإمبراطورية، وأن تبدأ من الأساس بريئة من كافة وجوه النقص والضعف التي أودت بكل من النظامين القيصري والسوفيتي. وعلى هذه الأرضية يقدم ما يمكن أن يسمى المنطلقات أو البرامج المؤسسة لقيام هذه الإمبراطورية، من ذلك أن تقيم التحالفات التي تسمح لها بمد حدودها البحرية حتى أطول مدى، وأن تبتعد عن المادية والإلحاد وتولي الجانب الروحي الأهمية القصوى، وأن تسلك منهج المرونة في تسيير الاقتصاد وتتحاشى الخصخصة والرسملة، وأن تسير في اتجاه أخلاقي إنساني ديمقراطي، وتعتمد مبدأ الاستقلال الذاتي الثقافي منه واللغوي والاقتصادي والحقوقي بالنسبة لكل من الإثنيات والأعراف والشعوب الداخلة في الإمبراطورية. والكاتب لا يخفي أمله في أن تكون الإمبراطورية أوراسية قارية عظمى، وفي أن تصير عالمية في المستقبل، وهو ما يفسر قوله في ختام مقالة نحو إمبراطورية أوراسية جديدة، فمعركة الروس من أجل السيادة على العالم لم تنتهي بعد. أما التطبيق الجيوبوليتيكي الذي يقترحه المؤلف لدعم الإمبراطورية الجديدة فيتمثل في المحاور التي يرسمها لتؤسس مع الإمبراطورية الأوراسية ذلك التكتل الهائل الذي يخوض غمار الصراع مع الأطلسية بنجاح، وهي 1. المحور الغربي موسكو برلين. يرى المؤلف في أوروبا الوسطى منطقة شديدة التجانس ويمكنها أن تترك أثرا شديدا على جنوب القارة إيطاليا وإسبانيا، أما بريطانيا فلا يراها إلا قاعدة عائمة للولايات المتحدة، ولذلك يحولها إلى كبش فداء لا مندوحة من التضحية به وإبعاده وتشجيع الحركات الانفصالية لدى القوميات الأيرلندية والسكوتلندية والويلزية فوق الجزيرة. وإذا كانت فرنسا أطلسية التوجه دوما حسب ما يرى المؤلف، فإن نظرته الجديدة إليها تؤسس على قاعدة توجه فرنسي آخر يعود إلى الخط النابليوني الذي رأى في أوروبا وحدة قارية واحدة، وهو ما جسدته سياسة ديغول الذي تحالف مع ألمانيا سعيا إلى إقامة الكونفدرالية الأوروبية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. ثم يذكر المؤلف بأعمال المفكرين الأوروبيين السابقين الذين طالما أشاروا إلى الطبيعة الخاصة لوحدة أوروبا، كما يذكر بحرص الدول الغربية الاستعمارية عبر التاريخ على غرس الحواجز الوقائية عبر مجموعة دويلات بين روسيا وألمانيا للحيلولة دون قيام الحلف الروسي الألماني، بالإضافة إلى غرس الكراهية المتبادلة بينهما. ويرى أن التكامل بين هذين الشعبين ضرورة تفرضها اللحظة الراهنة والتي تبدو ألمانيا فيها عملاقا اقتصاديا لكنها قزم سياسي، بينما تبدو روسيا عملاقا سياسيا لكنه كسيح اقتصادي، ويمكن لكل من الدولتين أن تتكامل مع الأخرى. ويصل المؤلف إلى القول بأن على روسيا أن تكون مستعدة لإعادة منطقة كالينينغراد بروسيا الشرقية سابقا إلى ألمانيا في سبيل تدعيم هذا التكامل، وبخاصة أن تلك المنطقة تمثل برأيه رمزا إقليميا قد يؤدي إلى حرب يقتتل فيها الأشقاء
الروس والألمان. ويختم المؤلف هذه المقالة بكلمة مأثورة لبسمارك تقول: لا عدو لألمانيا في الشرق. ويتمنى على الحكام الروس إقرار شعار مقابل يقول: ليس لروسيا في الأقاليم الغربية وفي وسط أوروبا إلا الأصدقاء. 2. المحور الثاني: موسكو طوكيو. يرى المؤلف أن سياسة الإمبراطورية الأوراسية نحو الشرق تطرح مجموعة من التأملات التي يبدأها بالحديث عن الهند التي أخذت منذ تحررها بالبحث عن الطريق الثالث، مثلما أظهرت ميلا إلى الاتحاد السوفيتي، وهو ما يشجع المؤلف على عقد التحالف معها. لكن ضعف الهند الاقتصادي وتواضع مستواها التقني يزهدان المؤلف في هذا التحالف، فلا يسند للهند إلا دور المخفر الأمامي للأوراسيا، بينما يشير إلى ما تتفرد به تلك البلاد من ثقافة روحية يمكن أن تساعد على تفسير التوجهات الميتافيزيقية للإمبراطورية الأوراسية. ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الصين، ويفترض لا مندوحة الاختيار بينها وبين اليابان حليفا للأوراسيا، ليقول بعد ذلك: إن التاريخ قد أثبت أن الصين لليابان كانت جيوبوليتيكيا القاعدة الأهم للأنجلوساكسونية في القارة الآسيوية، بينما دأبت اليابان على إقامة العلاقات مع دول المحور الأوروبي. ثم يتحدث بشيء من التفصيل عن أهم القوى الفاعلة على المستوى العالمي، وهي الغرب الأقصى، أمريكا، إنجلترا، فرنسا، وبعض الدول الأوروبية، فأوروبا الوسطى، فروسيا، فإقليم المحيط الهادي ومركزه اليابان، وعن علماء الجيوبوليتيكا السابقين، وهم يحذرون دوما من أن أكبر خطر تتعرض له الأطلسية هو قيام تحالف الأقاليم الثلاثة: أوروبا وروسيا والمحيط الهادي. ومن أجل الحيلولة دون ذلك أثيرت النزاعات الروسية الألمانية والروسية اليابانية عبر التاريخ، مثلما زرعت الكراهية والأحقاد المتبادلة التي يجب أن تزال الآن لإرساء محور موسكو طوكيو، فهو وحده القادر برأي المؤلف لا على أن يضعف الأطلسية فحسب، بل وعلى أن يقضي عليها. ويرى أن الأمور ممهدة لتحقيق ذلك، فاليابانيون لن ينسوا الإبادة الذرية التي تعرضوا لها، ولا الاحتلال السياسي لبلادهم، ولن تجد روسيا لنفسها حليفا أفضل من اليابان، ويمكنهما معا أن يحققا تكاملا فريدا يتوفر فيه لليابان الاستقلال السياسي والنظام العسكري الاستراتيجي والمواد الطبيعية التي لا تنتهي، كما تتوفر لروسيا التقنية العالية الجودة والإمكانات المالية الضخمة، ويمكنهما معا تطوير سيبيريا وحل مشاكلها، كما يمكن للعلاقات المنغولية اليابانية القائمة على وحدة الأرومة والأصل العرقي والروحي أن تلعب دورها في تحقيق هذا التقارب. وحرصا على ذلك يمكن لروسيا أن تعيد لليابان جزر الكوريل التي تعد تذكيرا بالمذابح الحمقاء التي اختلقها الأطلسيون. 3. المحور الثالث: موسكو طهران. ويرى فيه المؤلف تحالفا قاريا مهما يقوم أيضا على مبدأ وجود العدو الأطلسي المشترك، والعالم الإسلامي يعاني حسب رأي المؤلف من التوزع في عدة اتجاهات: الاتجاه الأصولي الإيراني، والتيار العلماني التركي، والتيار العربي، وتدعو إليه سوريا والعراق، وسابقا السودان، وإلى حد ما مصر والسعودية، والتيار الأصولي السعودي الوهابي، وأخيرا صور مختلفة للاشتراكية الإسلامية وكتلك النماذج القريبة من العروبية في مفهومها اليساري. وإذ يسقط المؤلف من حسابه التيارين الثاني والرابع، يرى أنه لا يتبقى سوى تيارين هما الأصولية الإيرانية والعروبية في صيغتها اليسارية. وأول ما يناقشه المؤلف هو التيار الأصولي الإيراني، ويسارع إلى إعلان المكسب الثمين الذي تحققه الأوراسيا من خلال محور موسكو طهران، وهو تأمين خروج روسيا إلى البحار الدافئة والذي ظلت تسعى إليه خلال قرون طويلة، ويحال بينها وبين تحقيقه. ويشرح المؤلف حرص روسيا على بلوغ المياه الدافئة وحرص الأطلسيين على منعها من ذلك، سواء عن طريق الشواطئ الجنوبية للقارة عبر المحيط الهندي، أو عن طريق البوسفور والدردنيل، أو حتى جبل طارق، تلك المناطق التي بقيت ردحا طويلا من الزمن تحت السيطرة الأطلسية.
أما النقطة الثانية وتتعلق بحل مشاكل آسيا الوسطى، وهو ما لا يمكن أن ينهض به التوجه السعودي حسب رأي المؤلف ولا البان تركي بسبب توجههما الأطلسي، كما لا يمكن أن ينهض به التيار العروبي لأن شعوب آسيا الوسطى تركية اللغة، وبذلك يتبقى التوجه الموالي لإيران والذي يمكنه استبعاد ما قد يحدث من تناقض بين القبول بروسيا وبين القناعة الدينية الإسلامية، ويجعل منهما توجها جيوبوليتيكيا واحدا نحو موسكو ونحو إيران في وقت واحد. وبهذا يمكن للمؤازرة الإيرانية أن تساعد روسيا على حل مشاكلها الجيوبوليتيكية مع دول آسيا الوسطى، كما يمكنها من أن تقيم ذلك التشكل الإسلامي المتجانس استراتيجيا والمتلون من الناحيتين الإثنية والثقافية والمرتبط بالإمبراطورية الأوراسية، كما أن بمقدور إيران أن تلعب دورها بالنسبة لنقطة أخرى مهمة تتعلق بالمصالح الإثنية الروسية وحقوق الأقليات بالنسبة لكافة أراضي آسيا الوسطى، بينما لا تؤخذ مصالح تركيا في الحسبان سواء في القوقاز أو في آسيا الوسطى، بل وإن المؤلف يلمح إلى مناصرة بعض القوى الانفصالية داخل تركيا، وفي الوقت نفسه يعرض على هذه الدولة إمكانية التمدد جنوبا. أما الخط الثاني للتحالف الآسيوي من الجنوب والذي يسميه المؤلف بالعروبي أو البان عربي، فيشمل جزءا من آسيا الوسطى والشمال الأفريقي، وهو تكتل مهم جدا من أجل السيطرة على الشواطئ الجنوبية الغربية لأوروبا الغربية، فقد بسط الأطلسيون سيطرتهم على الشرق الأدنى والشمال الأفريقي بغية فرض ضغطهم السياسي والاقتصادي على أوروبا. أما تطبيق تكاملية المشروع العروبي مع الإمبراطورية الأوراسية، فالمؤلف يسند تنفيذه إلى القوى الأوروبية وبخاصة ألمانيا، كما يؤكد أفضلية أن يعهد إلى القوى الأوروبية المعنية بمشاريع أورو أفريقيا التي تمثل قارة واحدة لا قارتين، كما إن على الإمبراطورية الأوروبية التغلغل جنوبا بالاعتماد على التكتل العروبي وعلى أفريقيا حتى الصحراء لتتوضع استراتيجيا بعد ذلك على سطح القارة بأكملها. أما فيما وراء حدود أفريقيا العربية فيستحسن وضع مشروع مفصل متعدد الإثنيات يعيد ترتيب أفريقيا السوداء وفقا للمظهر القومي الإثني والثقافي، لا وفقا للمقياس ما بعد الاستعماري المتناقض الذي تجسده الدول الأفريقية المعاصرة. وهذا المشروع القومي البان أفريقي أي غير العروبي يمكن أن يكون الإضافة الجيوبوليتيكية لخطة التكامل العروبية. وإذا كان ما يسميه المؤلف بخصوصية الصيغة الشيعية الآرية للإسلام الإيراني سيحول دون الاستحسان العربي الشامل لأنموذج الأصولية الإيرانية، فهو يقترح أن يتطلع المشروع العروبي إلى إقامة تكتله المستقل المعادي للأطلسية، وتكون أقطابه الأساسية العراق سابقا وليبيا وفلسطين المحررة وسوريا أيضا وفقا لشروط محددة. ولا يوضح المؤلف لماذا يستثني سوريا بالقوسين ولا طبيعة الشروط المحددة المطلوبة، لكنه يوضح خصوصية الدول المشاركة بأنها تلك الأقطار العربية التي تعي بصورة أوضح الخطر الأمريكي والتي ترفض بصورة أكثر جذرية من الآخرين أنموذج السوق الرأسمالية المسمى بالغرب. أما بالنسبة لمصر والجزائر والمغرب فالأمور ستكون مختلفة حسب رأي المؤلف، وذلك لأن القوى الحاكمة الموالية للأطلسية في تلك الحكومات لا تعبر عن التوجهات القومية لشعوبها ولن تتمكن من ضبط الأمور في بلادها إلى ما لا نهاية. ثم يكرر ضرورة أن يعهد بمهمة تطبيق انضمام المشروع العروبي للإمبراطورية الأوراسية إلى برلين أو لأوروبا على العموم. أما الهاجس المباشر لروسيا في العالم الإسلامي فيجب أن تكون إيران دون سواها، وهو ما قد يشير إلى توجه جديد في السياسة الروسية نحو العالم العربي والإسلامي. ويقترح المؤلف لتحقيق ذلك استخدام تأثير روسيا التقليدي على النظم اليسارية ذات التوجه العروبي والعراق سابقا وليبيا بالدرجة الأولى من أجل التقريب بين الدول العربية وإيران وتحقيق النسيان الأسرع للنزاع الإيراني العراقي الذي افتعله الأطلسيون وغذوه.
وهكذا فإن القسم المخصص لروسيا يتضمن مجموعة معتبرة من الرؤى والأفكار المقترنة أيضا بالأحلام في الوصول بروسيا إلى المستوى الذي تستطيع فيه إقامة الأحلاف التي أشرنا إليها والارتقاء إلى مستوى القطب الذي يواجه الأطلسية فينتصر عليها. والمؤلف يرى السبيل إلى ذلك في تحقيق النقاط التالية: الأولى، تجميع الإمبراطورية. وقد يبدو ذلك غريبا بالنسبة لعصرنا الحاضر، لكن المؤلف يعود بنا إلى الإمبراطوريات السابقة ليؤكد على أن الوحيدة التي بقيت مستمرة حتى الفترة المتأخرة هي الإمبراطورية السوفيتية التي قضى عليها الأطلسيون، وليس من المستحيل إعادتها. يضاف إلى هذا أن التوجه إلى إقامة التكتلات الكبرى صار السمة الجامعة للقرن العشرين، بل إن المؤلف يختم الفصل الرابع من الباب الرابع بمقالة إمبراطورية الإمبراطوريات الكثيرة، ويكرر فيها الدعوة إلى هذا التضامن الهائل الاتساع والذي يمكن أن يضم الإمبراطوريات الثلاث: أوروبا الغربية والمحيط الهادي وآسيا الوسطى، ويترك للهند والعالم العربي والاتحاد البان أفريقي وحتى للصين وسواها من الآماد الكبرى فرصة الانضمام إليه على أساس مبدئي عام يحظر خدمة المصالح الجيوبوليتيكية الأطلسية والخروج من الحلف الاستراتيجي المشترك وإلحاق الأذى بالأمن القاري. ولهذا تفتح الأبواب لقبول من يرغب في الانضمام لهذا التكتل مع احتفاظه بكل مقدمات وجوده الإنساني المتميز العرقي والثقافي والديني وما إلى ذلك. الثانية، العودة إلى الدين والقومية وتطبيق التربية الدينية التي تعد الأجيال بطريقة مخالفة لما سار عليه الاتحاد السوفيتي. وتتداخل هذه النقطة لدى المؤلف مع نقطة أخرى تتعلق بضمور الزيادة السكانية الديموغرافية لدى الروس بالمقارنة مع شعوب الجنوب العاصفة النمو. وتشف في ثنايا هذه الدعوة أفكار التقليدية السلافيانوفيلية الأرثوذكسية والروح المحافظة التي يقوم على أساسها الالتزام الخلقي، وتترسخ القومية وتبنى التقاليد التي تفخر التالروكراتية بالعناية بها ورعايتها. وتستوقفنا كلمات المؤلف هذا الصوت الجديد وهو يهيب بقومه في عبارات متناثرة إذ يقول: يجب الإيحاء لجميع الروس بأن هوية كل شخص بمفرده هي مقدار ثانوي مفتلذ من الهوية القومية، وعلى الروس أن يعوا أنهم قبل كل شيء أرثوذكسيون وفي المرتبة الثانية روس، وليسوا إلا في المرتبة الثالثة بشرا. الأسمى من كل شيء الوعي الأرثوذكسي للأمة ككنيسة، ثم الوعي الواضح للا انفصالية لكلية وشمولية ووحدة الجهاز الروسي الإثني الحي المكون ليس فقط من الأحياء بل ومن الأجداد ومن الأجيال القادمة. وأخيرا وفي المرتبة الأخيرة معاناة الشخصية المحددة كوحدة نووية مستقلة. يجب إطفاء الروح الكنسية الشاملة على الروس وتحويل كافة المؤسسات الثقافية إلى امتداد للكنيسة الواحدة. بمثل هذه الطريقة الراديكالية فقط يمكن للروس أن يعودوا بصورة واقعية إلى أحضان الكنيسة المكنونة في أساس وجودهم القومي التاريخي. إن حقيقة الانتماء إلى الأمة الروسية يجب أن تتم معاناتها على أنها أمر نخبوي، طرف حياتي مستحيل، شمم أنتروبولوجي علوي، والدعوة إلى هذه الاستثنائية القومية دون أي مسحة مهما صغرت من رهاب الأجانب أو من الشوفينية يجب أن تكون محور التربية السياسية للشعب. وقبل أن يتحدث المؤلف عن الجوانب العملية لتشجيع النسل والزيادات المطلوبة للمواليد يقول: كل أسرة تشارك في المسرحية الدينية القومية عندنا تنجب طفلا روسيا، إذ تشارك في البناء الروحي للشعب كله. يجب أن يفهم الأطفال على أنهم ثروة قومية مشتركة، تعبير عن الطاقات المكنونة لشعب عظيم. الطفل الروسي يجب أن يفهم في البداية على أنه روسي ثم على أنه طفل. الثالثة، وتتعلق بالآفاق العسكرية للإمبراطورية، فإلى فرادة روسيا من حيث توسطها القاري ومساحاتها اللامتناهية وتاريخها الإمبراطوري العديد القوميات يضيف المؤلف فرادة أخرى
هي توفر الأسلحة الاستراتيجية والقدرة على ضرب العدو، وهذا ما يعد في رأي المؤلف حماية لأي حلف تشارك فيه روسيا، الأمر الذي يدفعه إلى دحض كل اقتراحات تحويل الصناعة الحربية الاستراتيجية والاستعاضة عنها بالسلاح الجهوي بذريعة عجز أي دولة في العالم عن تطوير أسلحتها في الاتجاهين الاستراتيجي والتقليدي معا، وهو ما يفسر عدم أهلية الأمريكيين في حروب النزاعات الجهوية بدءا من فيتنام وانتهاء بالصومال ويوغوسلافيا وما عاشته روسيا خلال حربها في أفغانستان. ومن هنا يتضح إصرار المؤلف على أن تبقى بلاده من حيث الأسلحة الاستراتيجية دولة فوق العظمى، ويرى في ذلك منفعة حتى على الصعيد الاقتصادي، فالسبيل الأسهل للحصول على كميات أوفر من السلع الجيدة ليس تحويل الصناعات الحربية إلى صناعة الحلل، بل مواصلة وتعزيز صنع حاملات الطائرات والغواصات النووية. وعند توفر الضمانة السياسية في الخصوص، يمكن لبضع غواصات نووية أن تحمل لروسيا بلدانا بكاملها ذات صناعة متطورة ومن طريق سلمي صرف، بينما يؤدي تحويل الصناعات الحربية إلى صناعة للغسالات بروسيا إلى خسارة اقتصادية تستحيل معالجتها. الرابعة وتتعلق بالآفاق الاقتصادية للإمبراطورية، ويمهد المؤلف لدراستها بتخصيص فصل لدراسة التقنية والموارد الروسية ووفرة الخامات الطبيعية الروسية التي تباع في السوق العالمية وفقا لسياسة الإغراق. وعند الانتقال إلى تحديد الخط الاقتصادي الذي ستسير عليه البلاد، يصرف المؤلف اهتمامه عن خياري المركزية السوفيتية والليبرالية الأطلسية، ويسمي خطه الاقتصادي بالطريق الثالث القائم على المركزية من حيث الاستراتيجية السياسية وعلى الشراكة في أوسع صورها من الناحية الاقتصادية، وعلى صفحات طويلة يشرح مزايا ذلك الطريق ويسوق في سبيل ذلك نظريات وآراء عدد كبير من العلماء الذين عرفهم تاريخ الاقتصاد الأوروبي والأمريكي وأثبت التاريخ صحتها. عنوان الفصل الأول من الباب الخامس الجيوبوليتيكا الداخلية لروسيا مرتبطة بمهمتها الكونية، يعكس نظرة المؤلف بل ونظرة الروس إلى أنفسهم كشعب ذي رسالة وذي مهمة كونية، ففي حالة روسيا يستحيل التجرد عن وزنها العالمي، وهذا الطابع يحدد زاوية النظر نحو قضاياها الجيوبوليتيكية الداخلية. وروسيا الحالية ترث في وقت واحد خط العاصمتين السلافيتين كييف وفلاديمير وخط محطات قيادة جنكيز خان السهوبية، فإذا ما أضفنا إلى ذلك انفتاح بطرسبورغ على البلطيق وتوسطية موسكو بين المناطق الجغرافية السياسية، اقتربنا من فهم الطبيعة الروسية وطبيعة تضاريسها الجغرافية وسياسة المركز والأطراف على أرضها. يقوم المؤلف بتوصيف المحاور الداخلية للإشعاعات الجيوبوليتيكية التي تربط موسكو بأطراف المدى الروسي الشاسع الأبعاد، ويبدأ بتحليل الشمال، فيدخل بالقارئ عالما جديدا غنيا بالأسماء والمعلومات المتعلقة بطبيعة التضاريس والسكان وما يكتنف المنطقة من المشاكل، ويتحول المؤلف إلى جغرافيا يعرف بالمناخ والأنهار والثروات الطبيعية، ويستعرض تاريخ المناطق وتطلعاتها الإثنية وما تعانيه من تخلخل سكاني، وينتقل بالقارئ من الأركتيكا الروسية إلى جمهورية ياقوتيا ساخا إلى اللينالاند التي لا يخفي جزعه من كون القوى المعادية ستحاول لدى سنوح الفرصة الأولى الخروج بكل هذه المنطقة الضعيفة الارتباط بالمركز من تحت السيطرة الأوراسية. وينهي كلامه بالإعلان التالي: الشمال إنه المستقبل، إنه المصير. وعندما يتناول المؤلف الشرق، يبسط أمام قارئه المساحات الهائلة للبوفولوجيه والأورال وسيبيريا وبريموريه والألتاي، كما يبسط الحضور الإسلامي فيها مرتبطا بالأتنوس التركي وظهور النزعة الانفصالية بدرجات متفاوتة القوة بين البشكير والتتار، إلا أنها تستوقف المؤلف الذي يفرد صفحات لموضوع الحيلولة دون الانفصالية التركية الإسلامية، فيتحدث عن دور نوعين من التكامل: العرضاني وفق خطوط العرض والطولاني وفق خطوط الطول.
ودور كل منهما في الوصول إلى التلاحم أو التخلخل السكانيين. أما إغراءات منطقة الليلاند التي تجعلها مطمعا للأطلسيين، فتجعل المؤلف ينصح بعدم الركون إلى الإجراءات العسكرية وحدها، بل يقدم مجموعة من المقترحات الأخرى، مشيرا إلى أن من غير المستبعد أن يطرح نفسه السؤال حول نقل عاصمة الأوراسيا بكاملها إلى هذه المناطق، العاصمة التي لم تكن ولم تظهر بعد، عاصمة الألف عام الجديدة. وبهذا التفصيل والحماسة يتحدث المؤلف عن الجنوب لا في حجمه الروسي بل الأوراسي الواسع، وبهذا يمتد من البلقان حتى منغوليا. وفي الحديث عنه تتداخل أمام أعيننا أعداد من المشاكل كمسألة أوكرانيا والبحر الأسود وقزوين، فالخارج القريب في آسيا الوسطى وينتقل منه إلى مجالات أبعد نحو الشرق، فالعودة الجيوبوليتيكية لروسيا إلى أفغانستان أمر لا مفر منه، وقد حددته الجغرافيا نفسها مسبقا، وهكذا تتجه الخطوط إلى بادخشان فالصين، فما هو أبعد من ذلك؟ واللافت للنظر أن المؤلف يصر في حديثه عن بادخشان على الصيغة الأكثر هندو-أوروبية في الإسلام، وعلى أن هذه الدولة تشكل في المنظور الإثني هنودا اعتنقوا الإسلام، وهذا ما يعيدنا إلى نظرته نحو ما يسميه بالإسلام في صيغته الإيرانية. وكل ذلك محكوم في تصورنا بنقطتين، أولاهما هذه النظرة الضيقة إلى آرية الإيرانيين ومسلمي تلك المناطق الذين نجل تفكيرهم الديني عن الانسياق خلف دعاوى العنصرية والعرقية التي يؤكد عليها المؤلف، والتي أبطلها الإسلام وحاربها في مجموع حربه ضد كل صور التمايز بين البشر إلا على أساس العمل الصالح. والثانية أن نظرة المؤلف مشوبة في حد ذاتها بنظرته إلى تاريخ المسيحية وما حدث بين كنيستيها الشرقية والغربية من قطيعة لم يصل المسلمون إلى مثلها ولا نحسب أنهم يصلون. وإذا كان المؤلف قد تحدث عن الجانب الشرقي تحت عنوان تحدي الشرق، فقد اتخذ حديثه عن الغرب عنوان تهديد الغرب، ويفتتحه المؤلف بفصل غربان، أحدهما أوروبا والآخر الغرب الأطلسي. وإذا كانت السياسة التي ينبغي تطبيقها على الغرب الثاني تقوم على بث الفوضى الجيوبوليتيكية في الواقع الأمريكي عن طريق التشجيع وبكل فعالية لجميع حركات المخالفة في الرأي أو الفئات المتطرفة والعنصرية والطائفية التي تزعزع الاستقرار في العمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، فأوروبا على العكس من ذلك يجب أن تشجع على إقامة وحدتها وأن يجري العمل على إقامة تحالف باريس برلين. فالمهمة الأهم في رأي المؤلف هي تخليص أوروبا من نفوذ الولايات المتحدة ومن تعزيز علاقات التكامل معها. وتحتل دول ما يسميه المؤلف بالنطاق الصحي مساحة معتبرة من الحديث عن الغرب، وقد تمت صياغة هذا النطاق من طرف شعوب ودول صغيرة حاقدة ولا مسؤولة تاريخيا ذات مطالب متهوسة وارتباط عبوديا بالغرب، التالا سكراتي في الصفحة 388. ويسمي المؤلف مجموعة شعوب الدول البينية التي عملت خلال التاريخ على تدمير التشكلات القارية الإمبراطورية الكبرى كالإمبراطورية الروسية والنمساوية المجرية والاتحاد السوفيتي، وهي تثير لدى المؤلف تأملات مستفيضة تتسم بالاندفاع والسخط بسبب ما تلحقه من أضرار بجاراتها الدول الكبرى. ثم يشرح دور الأطلسية في تشجيع وتقوية هذه الدول البينية، وهو ما سنعود إليه بعد قليل. والأهمية التي يكتسبها الباب السادس من كتاب ألكسندر دوغين تتمثل في كونه أقرب إلى التطبيق العملي الحي على ما كان المؤلف قد قدمه في دراسته هذه تحت عنوان التحليل الأوراسي، والباب طويل وسنكتفي بالتوقف عند بعض فصوله. فالأول من هذه الفصول يحمل عنوانا غريبا الجيوبوليتيكا الأرثوذكسية، ولكن يسوقه منطق الجيوبوليتيكا التي تتضافر فيها كافة العوامل التي تكون الوجود الإنساني، ومن خلال هذا الفصل تنفتح أمام أعيننا طبيعة أحد المذهبين الأكبر من المسيحية، المنشأ والتاريخ وأهم المراحل التاريخية.
ويعرض ذلك في ضوء عدد من الحقائق التاريخية التي عشناها في علاقاتنا مع الدولة البيزنطية أو مع روسيا أيام الدولة العربية أو عندما كنا جزءا من الدولة العثمانية، بالإضافة إلى الإنعكاسات العقائدية فالسياسية التي تلت القطيعة مع روما والأحداث التالية لسقوط القسطنطينية وإعلان موسكو نفسها روما الثالثة، وصولا إلى حركات تحرر الشعوب الأرثوذكسية وانفصالها عن الدولة العثمانية. وبهذا ومن خلال ما يكاد يتحول إلى دراسة في المذاهب الدينية، يظهر تاريخ دول أوروبا الشرقية، بلغاريا ورومانيا ومولدافيا واليونان ودول يوغوسلافيا السابقة وبولندا في منظور جديد، يقنعنا بالدور الكبير للدين كعامل تاريخي فاعل، كما تتوالى الصفحات الجديدة من تاريخ هذه الدول الحديث، مضافا إلى الأسس التي تبني عليها أحلامها الكبرى، كما في الحديث عن بلغاريا الكبرى ورومانيا الكبرى وصربيا الكبرى، قبل أن يعصف المد الاستعماري الحديث بكل هذه الأحلام. ويعد الفصل الثالث المشاكل الجيوبوليتيكية في الخارج القريب أحد أهم الفصول في هذا الباب، ويتضمن الحديث الثاني للمؤلف الذي يناقش وبنفس الحرارة والسخط اللذين لمسناهما في الباب السابق دراسة ما يسمى بدول النطاق الصحي، فيحلل طبيعة هذه الدول وتموضعها في العادة بين تشكلين جيوبوليتيكيين كبيرين يمكن لاتحادهما في مدى كبير أن يشكل منافسة خطيرة على الدول المعنية. أما موقف المؤلف من استقلال هذه الدول فيذكر إلى حد بعيد بنظرات فرانس فانون في معذب الأرض. يقول دوغين: لا يمكن الحديث عن أي نوع من الاستقلال الحقيقي أو الحرية، هذا على الرغم من أن القومية الضيقة القصيرة النظر قادرة على مستوى ضيق تفكيرها أن تساوي بين هذه التبعية الاستعمارية للدولة الثالثة وبين انتصارات النضال الوطني التحرري. ثم يقول وكأنه يستبق الزمن منذ نهاية القرن الماضي ويرى إلى هذه الدول وهي تتسابق للانضمام إلى الناتو: إن دول الخارج القريب الغربية الطامحة حقا إلى الاستقلال وليس المقضي عليها بالتحرر بسبب من سياسة موسكو الخيانية، ستختار وفق أقرب الاحتمالات وبطريقة واعية دور النطاق الصحي لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يجب أن يعي مسؤولو هذه البلدان أن قبول النموذج العولمي يعني ما لا يزيد ولا ينقص عن التدمير الكامل والنهائي لذاتيتهم ولهويتهم وللوجه التاريخي لدولهم وأممهم ونهاية لتاريخهم القومي. ومهما كان موقفنا من هذه الدول فإننا لا نستطيع إلا التسليم بأنها موجودة في الأصل على أراضيها، وأن تطلعاتها الوطنية ومذاهبها الدينية قد تكونت ضمن شروط وأسباب معينة قد يكون فيها ما يبرر سياسة هذه الدول، لكن الثابت أن غرس هذه الدول علامة من علامات السياسة الإنجليزية ثم الأمريكية خلال قرون. وقد أثبتت الأحداث مقدار ما يمكن أن تعود به من نفع على المستعمر وما تسببه من أذى لجيرانها، ولهذا فإذا لم توجد هذه الدول بصورة طبيعية يغدو إيجادها أمرا ضروريا، وهذا ما يستدعي إلى الخاطر صورة الدولة الصهيونية التي زرعتها بريطانيا في أرضنا ثم تعهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بأسباب البقاء مضافة إلى أفتك الأسلحة. وفي المقالة الختامية للفصل الثالث من الباب السادس وعنوانها قطبان على أقل تقدير أو الموت، يشير المؤلف إلى حدة الوضع المعاصر، فإما القبول بالنظام الكوني العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة، وإما التكوين الفوري للتكتل الجيوبوليتيكي المناوئ للأطلسية، بل إنه لم يعد مهما في رأي المؤلف بأي صيغة وتحت أي شعار يظهر ذلك التكتل الجديد، المهم أن يظهر وأن يكون مضادا للعولمة، ذلك أن المهمة الأساسية للولايات المتحدة الآن هي الحيلولة دون قيام الخيار الجيوبوليتيكي مهما كان نوع هذا الخيار المعارض للعولمة. وقد وصل الأمر إلى درجة لا تسمح بالاختيار بين الجيد والأجود، فإذا استطاعت روسيا
أن تنهض بتلك المهمة كان خيرا، فإذا لم تفلح في ذلك فلتقم بتنفيذها كتلة أوروبا الوسطى تحت الراية الألمانية، أو كتلة آسيا الوسطى تحت راية الثورة الإسلامية، أو فليتصدى لإنجاز المهمة العالم العربي أو أمريكا اللاتينية، على الرغم من أن هذين العالمين غير مزودين من الناحية العسكرية بما يؤهلهما لمواجهة دولة فوق العظمى. ولعل أهم فصل تطبيقي في الكتاب هو الفصل الخامس من الباب السادس، جيوبوليتيكا النزاع اليوغوسلافي، فقد بقيت يوغوسلافيا بحاضرها وماضيها مجهولة بالنسبة للكثيرين إلى أن نشبت فيها تلك الحرب بين الأشقاء، واتخذت الصورة التي يمكن أن تقتنع بضراوتها من خلال أنموذج المذبحة الصربية الكرواتية. وقد عرض المؤلف هذه الحرب بصورتيها الداخلية منها والقائمة على التدخل الخارجي، وذلك من خلال الأنساغ التي تجري في عروق الأخوة المتنازعين وتعبر عنها العناوين المثيرة الموحية. فلا طريقة لفهم هذه الحرب ما لم نفهم حقيقة الكروات وحقيقة الصرب وحقيقة المسلمين اليوغوسلاف وحقيقة المكدونيين وحقيقة التوجهات الدينية الصميمية المسيطرة على الساحة اليوغوسلافية وحقيقة التوازنات القارية بين الأطراف والأيدي الأجنبية التي أرثت تلك الحرب لتجني ثمارها. وهكذا تبدو يوغوسلافيا في أتون هذه الحرب الفريدة الخلاصة الفاجعة لتاريخ أوروبا الطويل الذي خلخلته الصراعات والتدخلات الخارجية وثمرت نزاعات دامت قرونا وتجلت نتائجها في الحربين العالميتين الأولى والثانية قبل أن تتوجها الحرب الأخيرة في ثمانينيات القرن الماضي. أما أبرز نتيجة يستخلصها المؤلف فتعبر عنها المقالة الأخيرة من الفصل الخامس بعنوان صربيا هي روسيا، لأن سيناريو حرب قارية كبرى يمكن أن يندلع في روسيا يدور فوق أنموذج بلد بلقاني صغير، ولجميع القوى الجيوبوليتيكية المشاركة في نزاع البلقان نظائرها في روسيا، ولكن في أحجام مدوية أكبر إلى درجة لا يمكن مقارنتها. فالكروات والسلوفينيون الذين يطمحون إلى الدخول في أوروبا لهم نظائرهم الجيوبوليتيكيون من الأوكرانيين، والنزاع الصربي مع المسلمين شبيه بالمواجهة الروسية الإسلامية الممثلة في آسيا الوسطى وفي القوقاز. ويختم الفصل بمحاولة الإجابة عن سؤال كيف نحول دون وقوع يوغوسلافيا مهولة في روسيا مريعة بأبعاد مذبحتها الدامية ونتائجها. وقبل أن يغلق المؤلف الصفحة الأخيرة من الفصل السادس يتطرق لعدد من التصورات حول الجغرافيا المقدسة، وهو ما سبقت الإشارة إليه، ثم يناقش برؤية جديدة بعض المفاهيم التي شاع استخدامها بصفة خاصة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، مثل وهم الشمال الغني الذي ليس غنيا بالمعنى المادي إلا في بعض أجزائه في مواجهة الجنوب الغني بكثير من قناعاته، وفصل مفارقة العالم الثالث ودور العالم الثاني. يتضمن الباب السابع أربعة من النصوص المؤسسة لعلم الجيوبوليتيكا، وهي ترد برؤى وأحجام مختلفة لكنها تغطي موضوعات مهمة في الرؤيتين التاريخية والجغرافية للعالم، وتقدم مادة معرفية متميزة. ويلفت هي ماكينت نظرنا في مقالته المحور الجغرافي للتاريخ بشمولية رؤيته وبتفسيره للتاريخ الأوروبي الطويل من خلال مجموعة من الملاحظات المكثفة الدالة التي لخصت قرونا من الحملات المغولية التركية على أوروبا وعلاقات الغزو والتصدي، ثم تحقيق الكشوفات الجغرافية في البحار وانعكاس ذلك على مسيرة التاريخ وتلك الملاحظات الهامة التي قدمها بالنسبة لروسيا، مع مقارنات ناجحة لما يجري في العصر الحديث ولما يمكن أن يكون عليه المستقبل. ومع تسجيل احترامنا لآراء هذا العالم والسياسي المميز، نسجل أيضا موقفنا من هذا الارتباك الذي يلتبس العلماء الأوروبيين عندما يتناولون التاريخ العربي والإسلامي. فهي ماكينت يقدم للحروب الصليبية تفسيرا يتجاوز الموضوعية والمقبولية، لا لشيء إلا لأن هذه الحرب انتهت عبر فواجع كثيرة بانتصار العرب على الأوروبيين. فالترك السلاجقة برأيه
قضوا على سيطرة السراسين في بغداد ودمشق، وظهرت ضرورة إنزال العقوبة بهم على مسلكهم نحو الحجاج المتجهين إلى القدس. هو ذا السبب الذي جعل العالم المسيحي يشهد سلسلة كاملة من الحملات العسكرية المعروفة باسم الصليب المشترك. وعلى الرغم من أنه لم يتسنى للأوروبيين تحقيق المهمات المطروحة، فإن تلك الأحداث قد هزت أوروبا ووحدتها. والمؤلف كما نرى لا يذكر العرب في سياق هذه الحرب، وكأن أرضهم الواسعة قد خلت من سكانها بدخول الغزاة وجنودهم، فحولها ماكينز إلى حرب بين الأتراك والأوروبيين، بينما كانت بكل ما فيها بمجرياتها بالدماء التي سفكت فيها وبمفاهيم الفروسية التي غطتها وبلغتها وبتوجهاتها الدينية حربا عربية أوروبية شاركت فيها عناصر تركية مسلمة كان لها وجودها، لكنها لم تلعب الدور الذي يحول الحرب ولو في جزئية منها إلى حرب تركية أوروبية. وبالإضافة إلى ذلك يصر المؤلف على إلغاء دور العرب، وإذا ما اضطر إلى ذلك سماهم بالسراسين. وفي معرض استعراضه للفرق بين السيطرة السراسينية والتركية على الشرق يشير بإعجاب شديد إلى إنجازاتهم. كان السراسين فرعا من العرق السامي، أقواما استوطنوا حوضي النيل والفرات والواحات الصغيرة في جنوب آسيا، وباستخدامهم للإمكانيتين اللتين قدمتهما لهم هذه الأرض، الخيل والجمال من جهة والسفن من الجهة الأخرى، أقاموا إمبراطورية عظمى. وفي مراحل تاريخية مختلفة كان أسطولهم يسيطر على البحر الأبيض المتوسط حتى إسبانيا، وعلى المحيط الهندي حتى جزر الملايو. وتكاد مقالة الأسس الجغرافية والجيوبوليتيكية للأوراسيا لبي سافيتسكي أن تكون استمرارا لمقالة هي ماكينز، فقد اختص روسيا بنصيب معتبر من مقالته المتعمقة المتعلقة بمركزية روسيا في الأوراسيا ودورها التوحيدي بالنسبة لثقافات الشعوب المختلفة، وهو ما أظهره تاريخها الطويل الذي يعد بحاضر يمكنه أن يعيد تلك العلاقات السابقة، وذلك بأن تستعين روسيا بروابط القربة الإثنوغرافية والتي يرتبط بها عدد من الشعوب الأوراسية مع الأمم الأوراسية، روابط الروس الهندو-أوروبية وروابط الترك الآسيويين مع آسيا الصغرى وإيران، ونقاط التواصل القائمة بين المنغول والأوراسيا، وكلها يمكن أن تحمل الفائدة لصالح بناء ثقافة عضوية جديدة للعالم الذي وإن كان قديما لكنه لا يزال فتيا يعد بمستقبل عظيم. أما دراسة جان تيريار الشيوعية فوق الإنسانية فلعلها الصورة الأفضل للرؤية الجيوبوليتيكية للمستقبل الأوروبي، وأول ما يلاحظ فيها هذه الدعوة إلى تكوين الإمبراطورية العظمى من فلاديفوستوك إلى دبلن، والدعوة إليها دعوة إلى القوة، فالحياة لا ترحم الضعفاء، ولا أمة بلا جيش ولا جيش بلا سلاح ذري. وليس ثمة اليوم أي وزن دولي لأمة يقل عدد سكانها عن 200 إلى 300 مليون نسمة، كما كان تيريار أجرأ من قال بعزل إنجلترا عن أوروبا. ففي حرب 1940 لم تكن فرنسا القارية عدو ألمانيا الذي لا يرحم، بل إنجلترا البحرية. إنجلترا بالذات وعلى مستوى 5 قرون هي العدو الأساسي والرئيس لأوروبا، وهذا ما سيشرح كي شميت أسبابه في مقالته التي تخدم النصوص الأربعة، وهي بعنوان التوتر الكوني بين الشرق والغرب والمواجهة بين الأرض والبحر. وفي هذه المقالة يشرح شميدت الصراع بين اليابسة والبحر على أنه جزء من الطبيعة الكونية نفسها، لكن أعظم ما يقدمه في دراسته هو الملابسات والأسباب التي أدت بالجزيرة البريطانية إلى الانفصال عن القارة الأوروبية، ثم بدأت بعد ذلك بتحقيق وجودها البحري المجرد والنتائج التي ترتبت على ذلك، وبخاصة بالنسبة للثورة التقنية. وهو بالتالي يشرح قضية مهمة يرد بها على التفرد الإنجليزي المزعوم في حقل الصناعة والإبداع اللذين كانا خلال التاريخ الطويل قسما بين جميع الشعوب، غير أن أسبابا معينة هيأت لبريطانيا فرصة الاستئثار بهذه الظروف.
يميز المؤلف الباب الثامن الأخير من كتابه بعنوان بديلا عن الخاتمة، ويخوض فيه جدلا مع كي شميدت، وينهي الكتاب بمسرد يقدم فيه تعريفا بكل من المصطلحات الجيوبوليتيكية الكثيرة التي وردت في تضاعيف الكتاب. وبعد استسلام إنجلترا لنداء البحر وتحولها إلى قوة بحرية، نقطة فاصلة في التاريخ الإنساني الحديث الذي اتخذ على إثر ذلك مقاييسه ومعاييره الحديثة بالنسبة للنشاطات السلمية والحربية. ولهذا نرى أن من الظلم دراسة الحرب البونية بين قرطاج وروما وهزيمة الأولى وفقا لمعايير الجيوبوليتيكا المعاصرة، وربما كان من الأكثر عدلا دراستها وفقا لنظرية صاحب المقدمة ابن خلدون ورؤيته المميزة للتاريخ ومقولة العصبية وتوفر القوة بمقدار توفر الهمجية أو الحضارة وذهابها بمقدار ما يذهب من التوحش ويكتسب من الحضارة. وهذا ما يفسر سقوط طروادة أمام أخيل، وسقوط قرطاج المتحضرة أمام روما الفتية، ثم سقوط روما نفسها أمام البرابرة. ومن المؤسف أن بعض الأدبيات الأوروبية لا تزال تكرر بتشف ممل دعوتها إلى دمار قرطاج، الدعوة التي تكررت مرات في هذا الكتاب، ومنطوق هذه الدعوة مقطوع عن سياقه الذي يقرب روما لا قرطاج من القوة الغاشمة المدمرة، وهو يعود إلى مجريات الحرب بين المدينتين وإلى معاهدة زاما التي كبلت قرطاج بالأصفاد. وعندما شكت قرطاج لروما غارات خصمها ماسينسا المتكررة، أوفدت روما سفارة برئاسة كاتون، ولم تنتهي السفارة إلى شيء سوى سلة من أكواز التين القرطاجي حملها السفير معه لينثرها أمام أعضاء مجلس الشيوخ صائحا، ثلاثة أيام فقط تفصلون عن الأرض التي تنتج هذا التين، وأتبعها بعبارته المشهورة يجب أن تدمر قرطاج، التي صارت من بعده تعبيرا عن السبب الحقيقي لهذه الحرب ولحروب كثيرة فرضها الجشع والسطوة. وقد كانت روما أول من اعتذر لقرطاج عندما أقامت لهانيبال تمثالا من المرمر أهدته إلى أكبر رجل حرب بين قدماء الرجال، اقرأ جين بابليون إمبريتيك إمبريتيكس سيرينس، الطبعة العربية دمشق دار العلم 1987 الصفحة 62. واعتذرت إليها منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة عندما أصدرت عددا خاصا من رسالة اليونسكو في يناير 1971 تحت شعار لا تدمر قرطاج، وتحدثت عن تاريخ المدينة وأهميتها وخصائصها الفنية التي عجزت طبقات الركام والملح والحقد التي غطيت بها المدينة عن حجمها أو النيل منها. لم يبقى إلا أن يقتنع المتعصبون بأن يتركوا قرطاج لسباتها الأبدي الجليل، وليتذكروا أياديها النبيلة في سفر الرفد الحضاري للمناطق الواسعة التي سيطرت قرطاج عليها وأعانتها على النهوض. فإذا أعماهم التعصب عن ذلك فليتذكروا درس تضحياتها الأخير ومعنى أن يكون الوطن هو الحياة. وبالإضافة إلى ما يتضمنه كتاب دوغين من قضايا ومسائل وآفاق واسعة، فإنه يشتمل على مسألة أخذت حقها من الترجمة لكننا لا نستطيع إلا أن نوفيها حقها من المناقشة قبل أن نبين موقفنا منها، وهذه المسائل هي: وقد وردت في الصفحات 473 479 560 565 من الكتاب الأصل، فكانت مفاجأة تبعث على الدهشة وتثير الظن بل والترجيح بأن تكون هذه الصفحات محمولة بكيفية ما على الكتاب، لأنها تتعارض في توجيهها وفي أسلوبها ومنطقها العام مع السياق العام لكتاب أسس الجيوبوليتيكا برمته ومع القيم الإنسانية الخلقية والدينية التي دعا المؤلف بحماسة إلى الأخذ بها والسير على هديها، مثل ما تتعارض مع الطبيعة الروحية الروسية ومع الأرثوذكسية الروسية والرسالة الروسية التي أكد المؤلف عليها جميعا بكل اعتزاز.
بل ومع الطبيعة الإمبراطورية للشعب الروسي الذي تعايش قرونا مع عشرات الشعوب والأعراق والإثنيات واللغات التي ربما قاربت 100 عددا دون أن تظهر في تاريخه، وحتى في أشد مراحله قتامة وإظلاما أي بوادر للعنصرية أو الفوقية العرقية، إلى درجة أن ظهرت نظريات تحاول تفسير هذا التطرف في اللاعنصرية لدى الروس. وخير شاهد على ذلك الأدب الروسي الذي كان بتوجهاته الديمقراطية والإنسانية وقضاياه الخلقية مرآة للروح النبيلة للشعب الروسي. تتناول المجموعة الأولى من الصفحات رؤية المؤلف للشمال والجنوب، ويعتمد الكاتب فيها أسلوبا تقريريا يفرض قبول ما يقال على أنه مسلمات لا تحتاج إلى أي شرح أو برهان، فمن ذلك قوله: وآخر بقايا هذه الثقافة البريمورديالية قد اختفت من الواقع الفيزيائي منذ بضع آلاف من السنين، وعلى هذا فإن الشمال في التقليد واقع ما وراء التاريخ وما وراء الجغرافيا، والشيء نفسه يمكن قوله حول العرق الهيبيربوري، فهو عرق لا بالمعنى البيولوجي بل بالمعنى الروحي الصرف. وإذا سلمنا بهذه المنطلقات لا بمعناها البيولوجي بل بالمعنى الروحي، سهل علينا قبول إن الطبقة البدئية الأقدم للتقليد تعرض أولوية الشمال على الجنوب، فرمزية الشمال ذات علاقة بالنبع، بالجنة النوردية الأولى، والتي منها تستمد الحضارة الإنسانية كلها بدايتها. أما الفكرة المرتبطة تقليديا بالشمال فهي فكرة المركز، القطب الراسخ، نقطة الأبدية والتي لا يدور حولها المدى فقط بل والزمن والدورة. الشمال هو الأرض التي لا تغيب فيها الشمس حتى في الليل، مدى النور، النور الأبدي. ولكن ألا يقول لنا منطق دورة الطبيعة وحركة الشمس والأرض وبنصيب مماثل من الراجحان بأن الشمال في الوقت نفسه هو الأرض التي لا تشرق فيها الشمس حتى في النهار، مدى الظلمة، الظلمة الأبدية. وعلى ما يجب أن نعتمد عندما يطلب منا التسليم بهذا الموقف الذي ينسحب على قسم كبير من أبناء كوكبنا الأرضي المشترك والمتعلق بارتباط الشمال بالروح، بالنور، بالطهر، بالكمال، بالوحدة، بالأبدية. أما الجنوب فيرمز إلى شيء مختلف كل الاختلاف، إنه المادية، الظلمة، الاختلاط، الحرمان، الكثرة، الغوص في تيار الزمن والتحول. والقبول بهذه الحقائق سيوصلنا على ما يبدو إلى ما يراد من تسويد أحد القطبين على الآخر. فإذا اعتراف الجنوب بأولوية الشمال تقوم بين هاتين الجهتين من جهات العالم علاقات متناغمة، الشمال يلهم الجنوب، فإذا رفض الجنوب الاعتراف بدأ التنازع المقدس أي حرب القارات. ومع أن تحولات كثيرة حدثت منذ العهود السحيقة فقد تغلغلت شعوب في الأراضي الجنوبية فأقامت الحضارة النوردية الواضحة التعبير، وتغلغل الجنوبيون أحيانا بكاملها مسافات بعيدة إلى الشمال حاملين معهم طرازهم الثقافي. وأعراف الجنوب المعاصرة تمثل خلاصة الاختلاطات الكثيرة العدد من عروق الشمال، ولون البشرة كف منذ زمن بعيد عن أن يكون المظهر المميز للانتماء إلى هذا العرق الميتافيزيقي أو ذاك دون سواه. أما إنسان الجنوب فهو النقيض المباشر للخط النوردي، ينزل في الكوسموس الذي يجله ولكن لا يفهمه، ينحني أمام الخارجي ولكن لا الداخلي، عاجز عن الانتقال من الرامز إلى المرموز، إنسان يعيش بالشهوات والاندفاعات، يضع الروحية أعلى من الروحاني الذي بكل بساطة لا يفهمه. وإذا كان من المسلمات المطروحة أن الحضارات النوردية غابت في غياهب العهود السحيقة من الزمن، فإنها خلفت عرق المعلمين النورديين الذي كان يقف عند منابع الديانات والثقافات لشعوب جميع القارات وجميع ألوان البشر، فيمكن العثور على أثار العبادة الهيبربورية عند هنود أمريكا الشمالية والسلافيين القدماء، وعند مؤسسي الحضارة الصينية عند السكان الأوائل في المحيط الهادي، ولدى الجرمان الشقر الشعور، ولدى الشامانات السود في أفريقيا الغربية، ولدى الأزديك والمنغول البارزيل وجنات. فليس ثمة شعب على وجه الأرض لا يملك أسطورة عن الإنسان الشمسي. ومع أن العبارة أسقطت الشعوب السامية من جرد الشعوب التي تأثرت بالنورديين،
فإنها صادرت الاستقلالية والتفرد الذاتي للجميع دون أن تحدد طقسا معينا من آثار العبادة الهيبربورية. فإذا افترضنا أنها عبادة الشمس التي جرى ذكرها قبيل هذه العبارة وفي خاتمتها، فإن عبادة الشمس هذه عرفت حقا عند معظم الشعوب، لكنها ارتبطت بالتفكير الإنساني في خلق الكون والاهتداء إلى معرفة من أوجده. لهذا كانت هذه العبادة أقرب إلى الإرادة الذاتية الفطرية من كونها مرتبطة بنقطة معينة لا بد وأن تكون الشمال. وهذا ما يفسر نسبة الفراعنة أنفسهم إلى رع الراعي الشمس راعية النهار، وقصائد أخناتون وأناشيده المؤثرة إلى معبوده الشمسي، وتلقي حمورابي شريعته عن الإله الشمس الذي انتشرت عبادته في اليمن والشام أيضا، ومنها انتقلت إلى روما عندما صب العاصي في نهر التيبر. أما المثال الذي يضربه المؤلف على أولوية البطلين النورديين بروميثيوس وهرقل وتميزهما، فلا يخرج عن سياق التكامل المألوف بين الثقافات الإنسانية القديمة منها والحديثة. فليس سرا دور البطلين جلجامش البابلي وميلكارت الفينيقي في صياغة هاتين الشخصيتين، فالأرض السامية رفضت حضارة اليونان والرومان بالكثير، بدءا من اللوغوس أو اللوغوس الذي يتكرر استخدامه في الكتاب ضمن التأملات حول النورديين، وحتى الإشراقات الأولى لكريت فجر الحضارة اليونانية، وحتى أرحب ميادين الفكر والفن. بل ومن حقنا أن نتساءل نحن الذين لا نزال نسمي أرسطو المعلم الأول، وما الذي يتبقى من التراث اليوناني إذا جرد من الإسهام السامي؟ وبعد 100 صفحة من هذه الصفحات تكتمل الرؤية الجديدة لدى المؤلف وتدرك غايتها في الصفحات 560 إلى 565، إلا أن الخطاب يمضي مستمرا في تقريريته بينما يترك الحديث تدريجيا لرينيه جينون الذي سيصل بنا إلى النتيجة الحاسمة. ومن اللافت للنظر أن المؤلف الذي كان على مدى مئات الصفحات قد حصر الصراع الكوني ضمن ثنائية عنصري الأرض والماء، لم يأتي على ذكر عنصر النار لا تصريحا ولا تلميحا، بينما نجده يسترسل فجأة في الحديث عن العنصر الذي غيب عن الأنظار النار التي احتلت مركز الصدارة في الوجود الإنساني الفردي والجماعي. فلما انطفأت النار المقدسة في بيوت البشر في قلوب البشر في معابدهم، تصاعد زئير لوياثان الأسطوري وخسرت الأرض في المبارزة مع البحر. ثم يعود المؤلف إلى القضية التي كان كي شميدت قد ناقشها وانتهى فيها إلى ما يشبه استحالة الاستمرار في هذا البحث. فالعقبة الوحيدة في هذا السبيل هي استحالة مماهات الشرق بصفة حادة مع الصراع ضد الأيقونة والغرب من تمجيد الأيقونة. لكن القضية تتخذ بعدا مصيريا بالنسبة للمؤلف، معتمدا في ذلك على رينيه جينون، حيث تحول الأيقونة وقد أضيف إليها ما يسمى بتحطيم التماثيل إلى الحد الذي يفصل بين الحق والباطل، بين وجودين بشريين ينفي كل منهما الآخر. ثم نقرأ: النفور من التصوير وتحطيم التماثيل ليس من خصائص الشرق بقدر ما هو من خصائص الجنوب، فتتوارد إلى الخاطر صور هذا الشرق العظيم، شرقنا الذي جسدنا فيه الجمال بالصورة، وبالصورة عالجنا مرضانا، وبالصورة كتبنا، وما زلنا نعالج الصورة والصور حتى حولناها حروفا تكونت منها الأبجدية، أثمن هدية قدمناها للبشرية. الشرق الذي أبدع منذ فجر التاريخ أكثر الصور والتماثيل تعبيرا عن الإنسان وتجليات وجوده في الحياة، عن تصوراته للآلهة، لحركة الطبيعة منذ أيام التاسيلي حيث تأبدت حركة الحياة في الصورة المنقوشة في الصخر، ومرورا بمصر التي وصل الفنان فيها إلى التعامل مع الصخر والخط واللون وكأنها مادة لينة طوع يديه، ووصولا إلى اليمن والعراق والشام، وكلها تعيد صياغة المخلوقات الحيوان والنبات والجماد صورا وتماثيل تنافس الحياة في حيويتها. وبالإضافة إلى ذلك أقام أبناء الشرق الساميون على أرضهم أوابد الفن المعماري من القصور والمعابد والمدن والأهرامات التي لا تزال تتفرد بأسرارها وتصاغ التفاسير لمجرد الاقتراب من هذه الأسرار.
أما الأوابد اليمنية فهناك من يربط بعض مبانيها بأقوام ربما جاءت من عوالم أخرى، واختلطت صور الحدائق المعلقة في بابل بين الحقيقة والخيال، ومنذ 300 عام بنيت بطرسبورغ إحدى أجمل عواصم العالم فلقبوها بتدمر الشمال. ثم نقرأ يشير جينون إنه لبناء معبد سليمان تم استدعاء المهندس الأكبر من بين الغرباء، ويبرهن على أن الحديث كان يدور حول ممثل للتقاليد الهندو أوروبية. ليبرهن جينون قدر ما تشاء له براهينه، فالنبي الحكيم قادر على تمييز الأم الحقيقية الأصلية عن الأم الدعية الغربية. ثم نقرأ جينون يؤكد على أن التقليد السامي ليس تقليدا شرقيا بل أطلسي غربي، وهو في الوقت نفسه بدوي. ثمة إذن شيء يبيت وراء هذا الإصرار على تجريدنا من الأمور الصميمية في كياننا من الصورة والأيقونة والتمثال والعمارة. التقليد السامي تقليد بدوي إذن، تلصق البداوة بأمهر المعماريين في التاريخ الإنساني حتى اليوم. من روضوا النيل والفرات ودجلة وبنوا أسوار بابل وشادوا أعظم السدود في اليمن وحولوا أراضي الشام قمحا وزيتونا وورودا، فالجنان تستمد صورتها منها، وشفت حضارة الاستقرار من أساطير هؤلاء الساميين وملامحهم القديمة ونصوصهم الأدبية والحقوقية المتعلقة بأدق قوانين ملكية الأرض والمغارسة والبيع والإرث، وما كانت نسبة البدو بينهم تفوق عما هي عليه لدى أي شعب آخر. ولكن من الذي تهمه معرفة الحقيقة في عصرنا العجيب؟ ثم نقرأ جينون في الوقت نفسه يربط الشرق بالشمال إذ يعده الوريث التاريخي للتقليد النوردي البدئي. وما هي إلا أسطر قليلة حتى نقرأ، وعلى القطب المقابل من التاريخ يظهر طبقا لذلك الجنوب بمعية الغرب، البدو الساميون. ومن شأن جينون أن يسمى هذا المعسكر بالمنطلقات الأولى المعادية للتقليد، بناة المحاكاة الساخرة العظمى، وبهذا تتعطل الحجج والعقلانية، وبخطوة بهلوانية يسحب الشرق من تحت أقدام أهل الشرق ليلحق بالشمال، وبقفزة بهلوانية أخرى يسحب الشمال أيضا، ويعطى لنا دور العامل السامي الغربي والبدوي وفقا لجينون والجنوبي إذا ما قيمنا انتشار الساميين من مواقع الأوراسيا. فما الذي يراد للساميين وقد جردوا من أخص خصائص هويتهم من الاستقرار، من البناء والزراعة ووسائل الري وتشييد المدن، ومن الصورة والتمثال، ومن الإسهام الفاعل في الحضارة الإنسانية؟ ماذا وقد حولوا عن الجهة التي يحتلونها تحت الشمس؟ فهل من العجيب بعد ذلك أن تتداعى كل اللوحة التي رسمها دوغين في كتابه وتنهار، وأن ينسحب الصراع بين التيلوروكراتية الروسية والتلاسوكراتية الأطلسية، وأن تختفي معالم العولمة والقطب الواحد، وتغيب أحلام المؤلف وأمانيه وأمانينا معه في إقامة عالم جديد تتعدد فيه الأقطاب وتستعيد الشعوب إنسانيتها التي دعا إليها سياق الكتاب كله، وأن نواجه عند التصفية النهائية بمواجهة بين من؟ بين الهندو أوروبيين والساميين. وفي الصفحة الثانية قبل الأخيرة من الكتاب، وبالإضافة إلى بعض الأوصاف المهينة، نقرأ ما لا تكاد تصدقه العين: الشمال زائد الشرق، الأيقونة، الهندو أوروبيون، النار، البيت، الاستقرار، التقليد واليابسة. هذه قوى نوموس الأرض، أنصار الثقافة والنظام الذين أجابوا على تحدي النار الفائقة بمجموعات من التقاليد الآرية حتى المسيحية. الجنوب زائد الغرب، محاربة الأيقونة، الشعوب السامية، الماء، السفينة، البداوة، الحداثة والبحر، حملة الأغلال، الطاقات الأخروية للفوضى العقلانية، نوموس البحر. لقد ردوا على تحدي المحيط بوقوفهم إلى جانبه ضد الأرض وضد القضية البروميثوسية النارية الأقدم التي تكاد تكون منسية، والتي سبقت نوموس الأرض وكامل التاريخ الإنساني. ذلك ما تفضي إليه المواجهة بمجرد أن جرد الساميون من الأيقونة،
والحق إن إنكار الرسم والنحت على الساميين أشبه بتغطية الشمس بالغربال، فما الذي يراد من قلب التاريخ بهذه الصورة؟ ما الغاية الحقيقية من وصفنا بالبداوة والترحل وتجريدنا من شرفنا وحرفنا مسافات بعيدة نحو الجنوب، ولم نتهم بمحاربة التماثيل وتحطيمها وما نهب منها مما حفظناه في متحف بغداد لوحدها يقدر بمئات الألوف؟ وأخيرا، ما الذي يمكن أن نقوله للقارئ العربي وقد حال الجريض دون القريض وتلبدت كل الأجواء بالغيوم؟ الكتاب على أهميته لا يبعث على الكثير من الأمل، بل ويفاجئنا بالعنصرية التي تمخضت عنها صفحاته الأخيرة، لكنه مهم مع كل ذلك، وأثبتت الأيام ما تحدث به المؤلف حول ضمور دور الأمم المتحدة حتى خرجت دول التحالف لتخوض حربا كانت المظاهرات في أمريكا وإنجلترا والعالم قد خرجت ضدها حتى قبل أن تشتعل، وعندما تحدث بسخط وانفعال عن دول الخارج القريب التي ستتسابق إلى خدمة الأطلسية وقد فعلت، وكان جريئا في نقده لبلاده وصريحا في توكيده دون أي مبالاة على المفاهيم التقليدية للعلاقات الدولية وأحقية الأقوياء دون غيرهم في رسم خرائط الكون، فحتى الهند الدولة القارة الذرية التي قطعت مراحل متقدمة في الصناعات الإلكترونية والتي تبني حاملات الطائرات ما شغلت في مخططات دوغين إلا مرتبة ثانوية تفتحها أمامها القدرات الميتافيزيقية لبعض كهنتها، كما لم يخصص لوطننا العربي إلا القليل وإن كانت له أهميته، ومع هذا فلن نقبل بالانحياز إلا إلى الفئة المتفائلة بسيادة الحق والخير في المستقبل. الحقيقة دوما إيجابية ونحن في الحاجة إلى المواجهة مع الذات ومع الواقع الكوني المعاصر. العلم الذي يحذرنا من بين دفتي هذا الكتاب وعلى لسان أحد الذين يريدون الخير لبلادهم أن لا أمة بدون قوة ولا وزن دوليا لأمة يقل عدد سكانها عن 200 إلى 300 مليون نسمة، ذلك هو قانون الجيوبوليتيكا الجديد. نسجل هذه الكلمات لا لنعبر عن الحسرة أو لنعلن أن الوقت قد تأخر، فكل وقت تستيقظ فيه الإرادة وتستعاد الثقة بالنفس والعزم والتصميم هو الوقت المناسب. ولقد قرع كتاب دوغين ناقوس الخطر وفعل ذلك مؤلفون آخرون من قبله، وسيأتي من بعده من يقرع هذه النواقيس ليعلن بصوت أعلى أن العالم بأسره معني ومستهدف من أقصاه إلى أقصاه، وأن عليه أن يتأهب ويستعد للتوجه نحو تعددية الأقطاب. فهل حان الوقت ولو لقليل من التضامن العربي الصادق بين أجزاء هذه الأمة العظيمة التي تملك مئات آلاف المتخصصين في مختلف ميادين العلم المعاصر والتي وضع حتى تاريخها المشترك المجيد في قائمة الأهداف المطلوبة اليوم؟ لقد آن لنا أن نستعد بكل ما نستطيعه من قوة الإيمان بالله وبأمجاد الأجداد وقوة التضامن العربي والإرادة الواحدة وبكل ما نستطيعه من رباط الخيل، والخيل في العصر الحديث هي التقنية المتطورة والأسلحة الحديثة والتي لا يضمن توفرها واستخدامها وتطويرها إلا العلم، العلم المتقدم الحديث. الأستاذ الدكتور عماد حاتم بتاريخ 14/5/2003. مقدمة الطبعة الثالثة. تصدر الطبعة الثالثة من كتاب أسس الجيوبوليتيكا في صيغة موسعة إلى حد كبير، وقد أضيف إليها كتاب تفكير عبر المدى، حيث تم عرض التواصل المتبادل بين التصور الجيوبوليتيكي والسياقات الإثنية والثقافية والدينية والتاريخية والفلسفية، وهذا في حقيقة الأمر محاولة لإكساب الجيوبوليتيكا طابع العلم الإنساني المؤصل والذي لا يشتمل فقط على الميادين العلمية للسياسة والاستراتيجية العالميتين، بل وعلى الطبقات السوسيولوجية والتوجيهية الفكرية للوجود الاجتماعي. لقد نفدت طبعتا أسس الجيوبوليتيكا بسرعة ملحوظة، وهو ما يشهد على أن الاهتمام بها يتنامى بشكل متواصل، وعلى أن أعدادا متزايدة من البشر من بين الاختصاصيين أو مجرد الفضوليين تطمح إلى التعرف عن كثب على المبادئ المؤصلة لهذه المنظومة العلمية،
وشيئا بعد شيء يغدو من الأمور الواضحة بالنسبة لأبعد المتشككين غورا أن المنهج الجيوبوليتيكي أردنا ذلك أم لم نرده أخذ يتلمس طريقه بصفة تدريجية نحو الفئات الأكثر اتساعا بين الأوساط الاجتماعية طامحا إلى أن يغدو الوسيلة التي لا تعوض والأكثر أهمية من أجل توضيح ذلك الموقف البالغ التعقيد الذي نلتقي به في روسيا والعالم اليوم. والحق أن المقاربة العقائدية والمؤسسة بصفة استثنائية على تقييم الطبيعة الاقتصادية للمجتمعات والدول قد شاخت بصورة لم يبق معها أي أمل، فلم يعد ثمة وجود لمعسكرين متعاديين فكريا يدافعان عن أنموذجين من الاقتصاد متعارضين بصورة جذرية، وفي الوقت نفسه لم تختفي الحرب الباردة ولا صورها الأكثر حداثة. لم يعد ثمة وجود للدول القوميات التي كانت تقليدية بالنسبة للمئات الأخيرة من السنين، ومع ذلك فالصراعات الدامية تمزق أوصال أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبدا أن الدين لم يعد يلعب ذلك الدور الذي لعبه في عهد الحملات الصليبية والفتوحات العربية، بيد أن الثورات والانتفاضات والحركات الانفصالية تقوم تحت راية المذاهب الدينية. إن الإنسانية وقد خرجت من مؤتمر يالطا للسلام تقف على عتبة ألفيتها الجديدة أمام واقع جديد لا يفكر بالتطابق مع الأحلام الطوباوية الساذجة لبعض الليبراليين المتسرعين. إن توحيد العالم يتمخض عن أعداد من القضايا والمشاكل تربو عما تقدمه من إجابات، أما النظم الجاهزة السابقة والأنماط المألوفة للتحليل التقليدي فتشيخ أمام أعيننا. في مثل هذا الوضع يتوجه الوعي أكثر فأكثر نحو الجيوبوليتيكا، تلك المنظومة العلمية التي استقرت زمنا طويلا عند المشارف الطرفية للتحليل العلمي، والتي تقدم على الرغم من ذلك كله نظما مريحة وبسيطة إلى حد الإغراء أحيانا لتفسير تلك اللوحة الجديدة للعالم والتي يتم تشكيلها على تخوم القرون وآلاف السنين. الجيوبوليتيكا تعيد تركيب المناهج التقليدية المختلفة للبحث من نظرية الحق وحتى علم الثقافة، من السوسيولوجيا وحتى الاستراتيجية العسكرية، من علم الأديان وحتى التحليل الاقتصادي، من الأنطولوجيا وحتى الطب النفسي، ومما لا جدال فيه أن هذه الرحابة في الاشتمال تطالب بكم لا يستهان به من التبسيط والتقديرات التقريبية والانتقائية، ولكن ضمن شروط الافتقار الحاد إلى النظريات المعممة، وضمن شروط نهاية الأيديولوجيات التي ظلت ردحا طويلا تخدم الإنسانية بوسيلتها التي لا تتبدل لشرح العالم، ويبدو مثل هذا التفسير التركيبي وقد قدر له النجاح. والجيوبوليتيكا ليست عقيدة جامدة، ليست تجميعا لحقائق ثبتت صحتها مرة وإلى الأبد وتمت البرهنة عليها علميا ودراستها بشكل مفصل، إنها أقرب إلى أن تكون باقة من بداهات أحداث تاريخية توحد بينها متعة الإحساس باللذة المسبقة للتعرف على الواقع ضمن منظور جديد غير مسبوق. ويمكن القول بأن هذه المنظومة تستمد جاذبيتها من تفتحها بالذات ومن كونها تنتسب للتطور الخلاق في كافة الاتجاهات، لأنها في طورها الجانيني ولأنها تجتذب الأرواح الحية المتوثبة والعقول الباحثة عن بدائل للمناهج القديمة السائرة إلى الإضمحلال. وقد لا يكون من المبالغة القول بأننا نعيش فترة ثورة الجيوبوليتيكا، فهذه الكلمة لا تغيب عن الأسطر الأولى في الصحف ولا عن شفاه المذيعين، وعلى الرغم من أننا وعلى نحو ما كانت الأمور عليه في السابق لا نجد إلا القلائل فقط ممن يضمنون هذه الكلمة المعنى الذي يحمل في الواقع علاقة بالمسلمات الانطلاقية الأساسية لمنهج الجيوبوليتيكا، فإن الاهتمام الشمولي بها لا يمكن إيقافه، وهذا يعني أن فهمها المدقق الصحيح قادم بالتدريج. إن الأحداث المأساوية للحروب الجديدة لم تلعب الدور الأخير في النصر النهائي للجيوبوليتيكا، فعدوان الأطلسيين على العراق وصربيا والتوجهات الانفصالية على أراضي روسيا الاتحادية أكدت بصورة كاملة جدارة تلك الأنماط التي يعتمد عليها علماء الجيوبوليتيكا بصفة أكبر من خلال ترسيخهم لمبدئهم المركزي المواجهة بين الأطلسية والأوراسية،
بين الثالاثوكراتيا والتيلوروكراتيا، بين الوياثان وبهيموت، بين البحر والبر، بين الغرب والشرق. المبدأ المركوز في صلب طبيعة المجال النوعي الثقافي، وعليه فإن القانون الأهم في التاريخ الإنساني هو الحرب العظمى المحتومة بين القارات والمبارزة المستمرة بين الحضارات وصدامها التكتوني. ملاحظة: التكتوني الحافل بأشد النتائج قسوة، فالتكتونية عملية التشويه التي تتعرض لها قشرة الأرض محدثة التضاريس. بعد انتهاء المواجهة الأيديولوجية بين الاشتراكية والرأسمالية، وبعد وحدة أوروبا وطرح اليورو، وبعد نزع سلاح روسيا من طرف واحد، لم يعد العالم ويا للأسف أكثر سلاما. لم تنخفض فيه نسبة العدوانية، كما لم يتنام حجم العدالة، ولا تقلصت أحجام المعانيات، ولم ينسحب الكذب والنفاق والمصالح الضارية إلى المرتبة الثانية. يقول الفرنسيون: كلما زاد التبدل زاد الأمر بقاء على حاله. والجيوبوليتيكيون يرون العالم على هذه الصورة بالذات، تبدلاته وتحولاته ومفاصل تطوره وتغيره لا تمس إلا قشرة الأشياء، ويبقى الجوهر على حاله. التقدم التقني لا يحمل معه التقدم الأخلاقي، والطبقات القديمة للروح لا تتلاشى بغض النظر عن كل زلازل الحداثة. الجيوبوليتيكا من خصائص الإنسان والإنسانية عبر كل مراحل التاريخ، ففي صيغ مختلفة وعلى مستويات مختلفة ووفقا لصيغ متفاوتة من التفسير والفهم والتبرير، تتواصل المعركة التي لا تنتهي بين النظم أو العوالم والثقافات القيمية منها والمعنوية وبين القارات. لقد ترسخت الديمقراطية ونظام السوق في الشرق، والنزاعات مع الغرب ما امتنعت فقط عن الاختفاء، بل إنها تزداد تفاقما، حتى إن منظري الغرب واستراتيجيوه وقادته أنفسهم ما عادوا يكتمون أن ما يحركهم في نهاية المطاف هو الجيوبوليتيكا، لا الوفاء التجريدي للمعايير الإنسانية أو المعتقدات الاقتصادية، بل الدفاع عن المصالح الخاصة الحضارية والاستراتيجية الكبرى، بغض النظر عما إذا كان ذلك يتفق أو لا يتفق مع المسار التاريخي لخصومهم، وذلك في سياق تعاملهم مع أولئك الآخرين، تعامل الذات مع الموضوع، الرئيس مع المرؤوس، والمالك مع الممتلكات. إن جميع الوثائق الجادة المعبرة عن عصرها لدى حكام الغرب تتحدث عن الجيوبوليتيكا، الأوراسيا والأطلسية، والمنهج الجيوبوليتيكي صار بكل انسيابية وبكيفية ما لا يحتاج إلى برهان، وبدون مجادلات أو مناقشات أو حوارات علمية يتبوأ من تلقاء ذاته مكانة الأنموذج التفسيري الأساسي بالنسبة للنخب المعاصرة السياسية منها والتحليلية. أحيانا ما يؤخذ الشكل لوحده، وأحيانا ما يكتشف حدس الجذور العميقة للجيوبوليتيكا والمدعوة في أحسن الحالات لتعميم منظومات القيم للتاريخ البشري وتقديم أنموذج دورة تعليمية موجزة حول تطور الحضارة، ويبتعد وعي كافة المكنونات الفلسفية للمنهج الجيوبوليتيكي عن أن يتحقق في هذا السياق. لكن الحديث يدور حول زعزعة الأسس، فالمنهج الجيوبوليتيكي وقد صار الأنموذج الأثير للتفسير يؤدي بطبيعته إلى تبديل مذهل للأقيسة، إلى الانتقال من سيطرة الرؤية الزمانية للوجود والذي على أساسه أقيمت حضارة العصر الحديث، إلى التفسير على أساس الرؤية المكانية والتي تعتمد في أساسها على نظام للمنطلقات يختلف كل الاختلاف. فبدلا من اللوحة التاريخية للعالم والمعتمدة على الأساس المزدوج والتي يسيطر عليها الزمن المحوري، فإن الجيوبوليتيكا تقدم نظرة مغايرة بصورة جذرية، هي التزامنية، هي بكيفية ما المظهرية، هي بمعنى آخر الميتافيزيقية التي قذفت بها ثقافة الغرب عند فجر العصر الحديث. إن العنصر العتيق الذي يلوح في الجيوبوليتيكا سذاجتها الموهومة لا يحول فقط دون تجريدها من المصداقية، بل ويشير إلى معناها الريادي كنظام طليعي مميز لما بعد الحداثة، كعلم ذي أفضلية بالنسبة للمجتمع الجديد ما بعد الصناعي. تدخل النخبة المثقفة في روسيا بخطى وئيدة في عملية تمثل التفكير الجيوبوليتيكي،
بيد أن توتر الحياة والمأساوية المفاجئة لانعطافة التاريخ الجديدة والمعاينات الشديدة الإيجاع والتي كانت من نصيب بلادنا والإبهام العدائي الذي يتسم به العالم الخارجي المحيط بنا، حيث اختلطت السمات المألوفة ولو من الناحية النظرية بعناصر جديدة كل الجدة سديمية للوهلة الأولى، وهذا بمجموعه ما يدفع بهذه النخبة نحو الاتجاه الصحيح. فكلما زاد عدد طبعات وإعادة طبعات النصوص والبحوث الجيوبوليتيكية بدا المناخ الثقافي لروسيا أكثر ملائمة، وزادت نسبية الدقة لدى تقييم العمليات المثيرة للقلق والجارية خارج بلادنا وفي داخلها. لقد أثار صدور الطبعتين الأوليين من أسس الجيوبوليتيكا صدى جادا في المجتمع الروسي، وعلى الرغم من الاهتمام الواضح فقد كان هناك عدد كبير من التقييمات المنتقدة الحادة، والأرجح وزنا من بينها صاغ حجته الرئيسية في قوله بأن تمثل الروس للمسلمات الجيوبوليتيكية سيؤدي إلى صراع قاس لا مفر منه مع حضارة الغرب، إن التأكيد على الهوية الأوراسية سيناقض بدون شك وبصورة مباشرة المصالح الحيوية لعدوها الاستراتيجي المعسكر الأطلسي. وبعبارة أخرى، فإن الكثيرين قد رأوا في النظرة الجيوبوليتيكية ما أثار قلقهم من البليتسيزم والعسكرية والتبشيرية الجديدة وما إلى ذلك. ويمكن الرد على هذا بأن النخبة المثقفة في الغرب نفسه تتجه دون أدنى تردد في طريق فرض مطابقتها الجيوبوليتيكية الخاصة بها محققة المانيفست ديسنتي الأمريكية بكل الوسائل الممكنة دون ترفع عن العدوان العسكري المباشر، والذي يشهد أنموذجه المثير للتأثير والمثير للإشمئزاز بما ينطوي عليه من حطة في عدوان الناتو على يوغوسلافيا. وحتى الآن فإن من يستعرض البليتسيزم والعسكرية والتبشيرية هو المعسكر الأطلسي لا المعسكر الأوراسي الذي ينتسب إليه مؤلف أسس الجيوبوليتيكا. وأمام هذا الاستعراض للإرادة الأطلسية ولجبروتها ونزقها، فإن الرد المنطقي الوحيد هو العودة إلى المخزون الحضاري الخاص وتجنيد المصادر الاستراتيجية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والضرورية لروسيا لكي لا تمحى من التاريخ باليد الحديدية لبناة النظام العالمي الجديد. ليست الجيوبوليتيكا الأوراسية ساحة للعدوان، بل هي خط الدفاع الأخير. إن فرض الأنا الحضارية الخاصة محفوف دوما بالمخاطر، لكن العدول عنه يتكافأ والانتحار التاريخي في معناه. ولهذا فإن منتقدي أسس الجيوبوليتيكا إما أن يكونوا من هذه المنطلقات على درجة بعيدة من السذاجة، وإما أن تكون قد أغرتهم بصورة تثير الريبة منظومة قيد خصمنا الجيوبوليتيكي، فهم لهذا السبب مندفعون غير موضوعيين، هذا إذا لم نستخدم تعبيرا أقسى. أما النقطة الأخيرة التي استعملت أكثر من مرة لصالح اتهام المؤلف فمؤداها أن استعراض الجيوبوليتيكا والنظرية الأوراسية إنما يعكس في هذه الحالة الطيف الوطني لمجتمعنا مع تجاهل مواقف الليبراليين المستغربين الراديكاليين، وهذا التصور منصف ولكن في معنى واحد فقط، وهو توكيده الحقيقة الواضحة التالية: إن الإدراك الواسع لخصائص تلك الحضارة والثقافة اللتين ننتسب إليهما نحن سكان الأوراسيا يراكم في أعماقنا الإحساس الوطني والرغبة في تكريس خصوصيتنا وفرادة كياننا الزماني والمكاني. ومن أوتي القدرة على أن يطوف بنظره في وطننا بكل ما فيه من امتداد في التاريخ والجغرافيا يتعذر عليه أن يبقى باردا بعيدا عن التحيز، لكن ليس لهذه الوطنية الأوراسية الأصيلة المبررة المتفتحة والقائمة على التكامل والمساواة ما يجمعها مع الصيغ التعصبية الضيقة الشوفينية ولا مع التطرف من أي نوع. تعتمد الأوراسية على الوعي الجيوبوليتيكي لموقع روسيا ودورها في التاريخ، وهذا هو أساس الرؤية الطبيعية المركزية والتي كان لها أن تكون قيمة رؤيوية إلزامية فيما لو تغلبت بلادنا على المرحلة الصعبة من اغترابها من أناها.
ومثلما لا تستطيع أي قوة سياسية في الغرب داخلة في مؤسسة قانونية جادة طامحة إلى القيام بالأدوار المسؤولة لدولها إنكار الأسس الحضارية المؤسسة للأطلسية. ولهذا فإنها بغض النظر عن اختلافاتها الأيديولوجية تلتقي دوما عند الهدف الحضاري العام الذي يساهم فيه الجميع. ففي روسيا يجب أن يكون الهدف الأوراسي الحضاري بالذات مقياس العافية السياسية والمسؤولية وسمو الموقف ومعيار المركزية. الإحساس الوطني ليس ملاذا للأوغاد، وعلى الرغم من أنه يمكن في واقع الحال أن يبيض صفحة أولئك الذين يلوذون به في نهاية المطاف. الإحساس الوطني هو المعيار الاجتماعي السياسي والثقافي والذي يعد الحياد عنه مظهرا قبيحا وبداءة التطرف الحقيقي الاجتماعي والعدمية والانهيار. بإلقاء نظرة إلى الوراء نلاحظ أن عددا كبيرا من النصوص التي تم جمعها في أسس الجيوبوليتيكا، غالبية المواد المتضمنة في الكتاب الأول من هذه الطبعة كتبت بين عامي 1992 و1996، فقد أكدها بصورة كاملة تطور الأحداث، على الرغم من أنها بدت للكثيرين لحظة طبعها عصية على الحدوث، غير واقعية ومغلة في المأساوية والعنف. وقلائل آمنوا يوم ذاك بإمكانية أن تقف صربيا في مواجهة مباشرة مع الغرب، إذ بدا ذلك مستحيلا. وتنبغي الإشارة أيضا إلى التطابق الكامل لسيناريو البروفيسور سانتورو، والذي كان قبل بضع سنوات قد تنبأ في خططه بظهور بؤر لحروب من المستوى المتوسط في أوروبا وبشلل المؤسسات الدولية التقليدية من أمثال منظمة الأمم المتحدة وعدوان الناتو على يوغوسلافيا متجاوزا الأمم المتحدة، يمثل للأسف التوكيد المثير لهذه التشخيصات المحزنة. أذكر بأن المرحلة التالية يجب أن تكون وفقا لرأي المنظرين الأطلسيين إقرار الحكومة العالمية والإدارة الموحدة للغرب على الصعيد الكوني باستخدام تقنيات جديدة بصفة مبدئية. أصبح من الواضح اليوم أن صلح يالطا قد سقط، وعلى الصعيد العالمي يرتسم واقع جيوبوليتيكي مفعم بالشر يفرد به لنا لبلادنا لشعبنا إما مكان من الدرجة العاشرة، وإما يرسم في مكان الأوراسيا خرق أسود واحد. انظر كتاب الجيوبوليتيكي الأمريكي زبيغنيف بريجينسكي لعبة الشطرنج الكبرى. ما الذي على روسيا أن تفعله في هذه الحالة وفي أي نهج تسير؟ أتندفع في سلسلة لا نهاية لها من التنازلات؟ أتتورط في هذه الفوضى والانفصالية والخواء والحروب الأهلية؟ أم تضع جميع صفوفها على الرغم من كل شيء وتواجه الشر الذي تم إعداده بصورة متقنة بإقرارها الطرح الأوراسي الجديد الدرب الجديد دربنا؟ في الطبعة الجديدة من هذا الكتاب المتخصص في الجيوبوليتيكا تطرح قضايا جديدة وترسم دروب جديدة وتناقش أوضاع جديدة وتبذل توصيات جديدة وتدرس موضوعات جديدة، إلا أن مغزاها لن يفهم بجلاء إلا بعد استيعاب الجزء التمهيدي منه وتدبره بشكل صحيح. الجيوبوليتيكا نظام علمي مفتوح يولد أو ينبعث من جديد، يتضمن آفاقا واسعة لتكريس القوى الخلاقة للمتخصصين في أكثر الميادين اختلافا. وهذا الكتاب التعليمي يجب أن يستقبل لا كمجموعة من العقائد الجامعة والمبادئ التي لا يختل ثباتها، بل كدعوة إلى التعاون الواسع، إلى المشاركة، إلى الفهم المتعمق النظري والتطبيقي لهذا العلم المذهل وتطويره. لقد أرسيت الأسس وشرحت المبادئ الانطلاقية، لكن ما هذا إلا بداية الطريق الذي يجب وفقا لمنطلق الأشياء أن يخرجنا من الهوة إلى أنوار السماوات الروسية الجديدة وإلى الجسد القدسي للأرض الروسية الجديدة. ألكسندر دوغين في 30 نيسان 1999. جيوبوليتيكا العالم العربي، مقدمة الطبعة العربية. 1. على جدول الأعمال إقامة المدرسة الجيوبوليتيكية العربية. صدور هذا الكتاب باللغة العربية يمثل بالنسبة لي حدثا بالغ الأهمية، فخريطة العالم تتبدل اليوم بخطى حثيثة، والصيغ الأيديولوجية الجاهزة القديمة تختفي أمام أعيننا، وتبرز مشاهد جديدة
تطالبون بردود جديدة ومناهج حل جديدة. ومما لا شك فيه أن العالم العربي على مفترق الطرق اليوم، وقد وجد نفسه في وضع على غاية من التعقيد، فهو مجزأ ومحزز بخطوط التقسيم، ومفعم بعدد كبير من المشاكل الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، السياسية والثقافية، كما تبرز مسألة الهوية العربية بحدة لم يعرف لها مثيل من قبل. وبألم مضن يبحث العالم العربي عن مكانه في العالم الجديد، وتجري هذه العملية بصورة دراماتيكية، وهناك سلسلة كاملة من الصدامات العلنية تضفي على هذا البحث طابعا دراماتيكيا وراء تطور هذا الموضوع بقلب راجف. وصار من الصيغ الجاهزة الرائجة في بلدان الغرب مماهاة العالم العربي بمهد الإرهاب الدولي. وكشاهد على ذلك تقدم شخصيتا ابن لادن وصدام حسين المغيلتان في الشر، وأحداث 11 من أيلول سنة 2002، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لا يتوقف، وانتشار عدد من التيارات الإسلامية الأصولية على صعيد العالم بأسره، ممن يمارسون الإرهاب على أسس قيم دينية خضعت للتفسير. ومما هو واضح بالنسبة للمراقب الحيادي أن إسقاط مثل هذه الشيطانية على العالم العربي ليس إلا اختلاقا واضحا ليس له ما يجمعه مع الواقع، لكن حيرة العرب الداخلية لا تسمح حتى الآن بتقديم أي رد موحد على هذا التحدي. فالعالم العربي مفكك تعصف به التناقضات الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى لا تستطيع الحضارة العربية مثلها مثل أي حضارة تقليدية أخرى أن تقبل بدون تحفظ في واقع الحال معايير العولمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشمال الغني على شعوب الأرض. وفضلا عن ذلك يغيب اليوم الجهاز المفاهيمي الملائم للصياغة المناسبة للمواقف الاستراتيجية العالمية، بينما لم تعد كافية الصيغ الأيديولوجية الجاهزة للعهد السابق. ولهذا أرى أن ترجمة هذا الكتاب عمل عظيم جدا، فإدخال المنهجية الجيوبوليتيكية في السياق الثقافي السياسي العربي يبدو لي أمرا أكثر من فعال. فالجيوبوليتيكا بالذات تسمح وبصفة دقيقة وصائبة بصياغة تلك المشاكل والتحديات الماثلة أمام الإنسانية الآن، وبالتوصيف الدقيق للتيارات السارية تحت السطح في السياسة الدولية، وبالتقييم الواعي لما يقوم في العادة تحت الستارة الكثيفة للأساطير المعلوماتية وللمصطلحات الجاهزة وللتقييمات المتسرعة المتحيزة. الجيوبوليتيكا هي تلك المنظومة العلمية ذات الضرورة الكبرى اليوم بالنسبة للنخب العربية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. فالجيوبوليتيكا هي اللغة التي تتطابق بدقة مع متطلبات القرن 21، وستكون بالنسبة للعالم العربي ذات فائدة وفعالية خارقتين للعادة، على الرغم من أنها تتطلب وبفعل جدة المنهج والمبادئ الانطلاقية الأساسية جهودا ذهنية وإبداعية معينة. إن مئات الألوف من العرب يدرسون اليوم في المؤسسات التعليمية العليا للدول الغربية، حيث تدرس المنهجية الجيوبوليتيكية، وإن كان ذلك بصورة مقننة ومع التحفظات، إلا أنها تدرس. وهذا في حد ذاته عون مشهود، بيد أن هذه المنظومة العلمية وفق ما ستكون مفهومة من هذا الكتاب ترتبط إلى حدود مهولة بتلك النقط الجغرافية التي يوجد دارسها فيها. والجيوبوليتيكا موضوعية، إلا أن العالم الجيوبوليتيكي ومواقفه محددون مسبقا بالمكان الذي هو فيه والذي تتحد فيه هويته روحيا وثقافيا وسياسيا. وهذا يعني أنه يمكن أن توجد ويجب أن توجد المدرسة الجيوبوليتيكية العربية الخاصة، والتي يناط بها أن تصوغ المهام الكونية للعالم العربي في مصطلحات جيوبوليتيكية، وأن ترسم الملامح العامة العربية الجديدة في الظروف التاريخية الجديدة. وكمؤسس لمدرسة الجيوبوليتيكا الروسية أكون مسرورا بصدق إذا ما تقدم كتابي بعونه لإقامة الوعي الذاتي الجيوبوليتيكي العربي. 2. الجيوبوليتيكا العرق السامي القديمة وأصداؤها في العصر الحاضر.
ودون أن أتطلع إلى دور المتخصص في هذه المسائل، سأحاول تحديد لحظات انطلاقية معينة في الجيوبوليتيكا العربية من خلال الملامح الأكثر عمومية. للجيوبوليتيكا العالم العربي تاريخ ضارب في أعماق التاريخ، ويمكن أن نعد الحقبة الأقدم فيها الجيوبوليتيكية العرق السامي من آشور القديمة فسوريا وحتى الإمبراطورية الفينيقية لعموم البحر الأبيض المتوسط، واستعراض هذه الجيوبوليتيكا المغلة في القدم للشعوب السامية يمكن أن يشكل رواية جذابة ومليئة بالعبر، إذ يمكن الإشارة على الفور إلى أن للمدى الفينيقي قطبين مميزين البري والبحري، آشور وعدن ومؤاب ودول شبه الجزيرة العربية تنتسب لما نسميه الجيوبوليتيكا حضارة البر، بينما تقدم الإمبراطورية الفينيقية البحرية أنموذج التالاسوكراتيا المكتمل، وفضلا عن ذلك تؤخذ قرطاج بالذات في التعاليم الجيوبوليتيكية بصفتها المفهومة الجمعية للتعبير عن التالاسوكراتيا، السلطة عن طريق البحر. وعلى هذا تلقى الجيوبوليتيكا العربية في الطبقات القديمة جدا من التاريخ واحدا من الأنماط الكلاسيكية للنظام الجيوبوليتيكي قرطاج، التي تعد أمة التالاسوكراتيات التالية في منظور الجيوبوليتيكا الأرثوذكسية، تعد الولايات المتحدة الأمريكية المعاصرة التطوير التاريخي والنمطي للأنموذج القرطاجي بالذات، بل إن مؤسسي المدرسة الجيوبوليتيكية الأمريكية كالأميرال ماهان وبروكس آدمز ومن بعدهما نيكولاس سبيكمان كانوا يعون بكل وضوح الطابع البحري للإمبراطورية الأمريكية التي تتسامى إلى نماذج بريطانيا العظمى وهولندا والبندقية وهكذا حتى فينيقيا. وعلى هذا فإن المسيطر الجيوبوليتيكي المعاصر الولايات المتحدة الأمريكية يعود بنمطه إلى جذور سامية قديمة، ومن وجهة النظر الجيوبوليتيكية ليس في الولايات المتحدة الأمريكية أي شيء روماني، إنها على العكس من ذلك عولمة وتحديث العدو الرئيس لروما في الحرب البونية. هكذا وفيما وراء الأطلسي بعثت قرطاج بعد 2000 سنة من الرماد، والعالم العربي بمعنى محدد يرث الراية القرطاجية من الناحيتين العرقية والمدوية، وربما لهذا السبب يدار حوار العرب مع الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه الحدة اليوم. وينبغي التوكيد في الوقت نفسه على أن المكونة الفينيقية للجيوبوليتيكا العربية ليست إلا واحدة فقط من اثنين، ومن الطبيعي أن الوراثة في هذه الحالة نسبية إلى حد كبير، ويحسن النظر إلى طابعها من وجهة النظر الديالكتيكية إلى حد كبير. 3. جيوبوليتيكا الخلافة للعالم العربي المعاصر المتطابق إلى حد كبير مع مناطق انتشار الفينيقيين القدماء منبع جيوبوليتيكي آخر إلى حد بعيد، فقطب العالم العربي المعاصر هم أحفاد من خرجوا من شبه الجزيرة العربية يحدوهم انتشار الدين الإسلامي، وفي القرن السابع جزئ العالم الإسلامي ودخلت أجزاء منه في تكونات دولية مختلفة وبشكل خاص في الإمبراطورية البيزنطية وما إليها، وظهور الدين الإسلامي في الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية صار أساسا لتحول جذري في المدى المكاني العالمي كله، ومما له أهميته بالنسبة للتحليل الجيوبوليتيكي أن الإسلام ظهر بين القبائل العربية المترحلة بين سكان الصحراء الداخلية والتي يمثل تضريسها الجغرافي أي بؤرة تطورها العفوية المحضة لليابسة المشهد القياسي للتيلوروكراتية. ويستخدم الإنجليزي هيلفورد ماكيندر أحد أوائل علماء الجيوبوليتيكا في لوحته للعالم مصطلحي قراصنة البر وقراصنة البحر، ويفهم من خلالهما الدفقات المنبعية الثاوية في أساس الإمبراطوريات العالمية الأوسع مدى للتوجهات الجيوبوليتيكية المتناقضة. قراصنة البحر القراصنة جوابو البحار التجار المستعمرون وأحفادهم يقيمون الإمبراطوريات البحرية التالاسوكراتيات، أما قراصنة البر الرحالة المحاربون المحتلون فيقيمون الإمبراطوريات البرية التيلوروكراتيات،
ولهذا المعنى كانت الخلافة التي أقامها محمد وتابعوه في مولدها ومبناها ونمطها الجيوبوليتيكي نتاج قراصنة البر بالذات، تماما مثل ما كانت إمبراطورية جنكيز خان التي أرست الأساس للإمبراطورية الروسية وللتكامل السياسي للأوراسيا بصفة خاصة. والخلافة لهذه الصورة انبثقت في العالم السامي من الأم القطب الجيوبوليتيكي لفينيقيا، وكانت نقيضة فينيقيا نوعا من روما العربية، إذا فهمنا من روما لا المدنية والحضارة بل المبدأ الجيوبوليتيكي، الصورة القومية للتيلوروكراتيا. والخلافة الأولى هي مقياس العالم العربي المعاصر، منطلقه العرقي والجيوبوليتيكي، مثله المتسامي على العالم وأنموذجه. وبنية الخلافة كانت تجمع في ذاتها الأعراف الدينية والحقوقية والإثنية والطقوسية والعقائدية والأخلاقية وما إليها، وهي في الواقع الأم الجيوبوليتيكية للعالم العربي، وهي العالم العربي بمعنى من المعاني، والمصير التالي للشعوب العربية فتوحات أفريقيا والشام وفلسطين والبيرينيه والأناضول وفارس وهكذا حتى آسيا الوسطى والقوقاز والسند وما إلى ذلك، كانت في جوهرها انتشارا للخلافة مع التكامل في تكوينها للعناصر والممالك الوطنية التي اعتنقت المعايير الإسلامية للأسلوب الحضاري العربي الإسلامي الديني الثقافي. ومنذ البداية كان العالم الإسلامي بكامله شيئا ما يشابه الخلافة الموحدة، وقد تم توسيعها حتى الأحجام العالمية. وهذه نقطة مهمة جدا، فالخلافة هي الأم الجيوبوليتيكية للعالم العربي، وبالذات لأن الإسلام لا يمثل الديانة فقط في مفهومها الغربي المعاصر، بل وأيضا التعاليم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإثنية والثقافية، فإن انبعاثه يطرح القضايا الجيوبوليتيكية بحدة وقسوة وبما يشبه الإنذار، والموتيفات الجيوبوليتيكية والدولتية السياسية مركوزة في حبة قلب التقليد الإسلامي العائدة عرقيا وحضاريا إلى النظام الانطلاقي للخلافة العربية. جيوبوليتيكا الخلافة عملية حتى يومنا هذا، فصيغة الهوية هذه هي الأكثر وضوحا ومأمولية بين جميع الصيغ الأخرى بالنسبة للعالم العربي الذي يفهم كوحدة متكاملة، وهي تتطابق مع الأسس الأصولية والتاريخية والحضارية. 4. جيوبوليتيكا الإسلام. في القرن التاسع انفرطت الخلافة الواحدة من الناحية الواقعية إلى عدة دول إقطاعية مستقلة، فمنذ منتصف القرن العاشر وجدت خلافة الفاطميين من 909 إلى 1171، والأمويين في إسبانيا من 929 إلى 1031، والعباسيين. وفي هذه العملية من تفسخ الخلافة أخذت تظهر بوضوح أكثر الخصائص المحلية للآماد المحددة التي توحدت منذ البداية بنبض الصحراء وجدة الإسلام الوليد. وكان أحد أهم خطوط الانشقاق الخط الذي ترسخ في المراحل المبكرة إلى سنة الغالبية العظمى من المسلمين وشيعة، ومنذ البداية صارت الأقلية الشيعية قطب جهوية الإسلام اللا عالمية الملطفة والمرهفة لرسالته الدينية والجيوبوليتيكية. ولما كان الشيعة في معظم الحالات المنشقين الأقلية، فقد صاغوا لأنفسهم أنموذج الإسلام الجيوبوليتيكي البديل بتفسيره لمعنى ومضمون الأمة وبنيتها السياسية الحقوقية وفقا لمفهومهم الخاص. وقد حملت الشيعية في داخلها الانفتاح على العنصر الغيبي التأملي والانجذاب إلى سحر الإمامية التي اختصت بامتيازات روحية وسياسية خاصة، وصارت تجادل في المشروعية السياسية الدينية للتطور الخطي للخلافة. وفي جوهر الحال كان ذاك هو قطب البديل الحضاري في الإسلام. وفي الخلافة الفاطمية ثم في إيران الشيعية بعد زمن طويل اكتسب هذا المشروع الجيوبوليتيكي الشيعي تعبيره الذي يناقض إسلام الغالبية بدرجة كافية من الشدة. وسياق الصيغة الشيعية التيولوجية من الإسلام يدعو إلى أخذ الخصائص الثقافية المحلية في الحسبان، وهو ما ييسر لدخول العناصر الجيوبوليتيكية المحلية في السياق الإسلامي.
وعلى أي حال فإن انفراط وحدة الخلافة إلى مكوناتها المتفرقة قد جرف الهوية الانطلاقية للعالم العربي وفتح الباب لدخول العناصر المحلية في السياق العالمي العام، وهو ما ولد باتحاده مع التعريب الإثني والديني اللوحة الموزايكية للوحدة نصف المتكاملة التي استطاعت المكونات المنفصلة فيها أن تجنح بعيدا إلى حد ما عن الأمة العربية الخلافية العامة منجذبة إلى طاقات جيوبوليتيكية أخرى. والتاريخ الجيوبوليتيكي الواقعي للدول والشعوب الإسلامية يقدم لوحة غنية لهذه العملية من التبادل الديناميكي فيما بين العناصر الثقافية والسياسية والدينية، وهو ما كان يشكل اللوحة المتنوعة والشديدة التباين للعالم الإسلامي الواقعي. ومما يكتسب أهمية بالنسبة لنا أن العالم الإسلامي الذي هو نتاج التوسع الكبير للنموذج الإثنو ثقافي الديني السياسي الوحيد الصورة والموحد منذ البداية والمقترن بالمشروع السياسي والوحيد للجميع أي الخلافة العربية، تحول بالتدريج إلى موزاييك جيوبوليتيكي يتكون منه أقسام مختلفة النوع إلى حد ما تولى القسم الأكبر منها بعيدا عن الأم الأولى. لقد تطابقت جيوبوليتيكا العالم الإسلامي تاريخا وإثنوسياسيا مع جيوبوليتيكا العالم العربي في لحظة معينة، صرنا نتعامل بعدها مع نظام جيوبوليتيكي أشد تعقيدا وتنوعا ينبغي فيه مراعاة التأثيرات العديدة الوجوه للعوامل الإثنية والثقافية في اقترانها مع إسقاطات المدى النوعي. 5. الإمبراطورية العثمانية. بعد احتلال مصر سنة 1517 من قبل الأتراك، منح خلفاء القاهرة العباسيون تقليدا للمنتصرين، وصارت الإمبراطورية العثمانية البناء الجيوبوليتيكي الجديد للعالم الإسلامي وتعبيره السياسي. وبمعنى من المعاني أخذ العثمانيون على عاتقهم رسالة بعث الخلافة، أما في واقع الحال فقد بنيت الدولة العثمانية بطريقة مختلفة كل الاختلاف، ونهجت خطا جيوبوليتيكيا مغايرا. وينبغي القول على الفور إن الترك جاءوا من السهوب الأوراسية وكانوا في التصنيف الجيوبوليتيكي الممثلين الأنموذجيين لقراصنة البر، فالإمبراطورية العثمانية في منابعها هي التيلوروكراتية الأنموذجية القائمة على إيقاع البداة المنتصرين المندفعين، ولكنها كانت بخلاف الخلافة العربية الأولى تفتقر بصفة كلية إلى المكون الديني الثقافي العالمي، فما كانت الإمبراطورية التركية تصر إلا على الوحدة الإدارية للحكم وفقا لروح المغول بصفة مطلقة أو بصفة أدنى الروس. أما بالنسبة لما تبقى فاعتمدت على الإسلام الرسمي، وكانت إلى حد كلي تنظر بتسامح إلى الخصائص الدينية للشعوب والثقافات التي وقعت تحت سيطرتها. والخلافة التركية التي كانت تتطلع إلى الوراثة الشكلية للعباسيين ما كانت إمبراطورية توحيدية بل تعددية غير متجانسة ثقافيا وإثنيا واجتماعيا، وليس من قبيل الصدف أن تزدهر في الإمبراطورية العثمانية الطرق الصوفية المختلفة التي تشربت الثقافات والتقاليد الوطنية المحلية التي أدخلت شكليا في الإسلام وتم تطويرها بحرية. ولم يكن العرب في الإمبراطورية العثمانية إلا واحدا من المكونات الإثنية إلى جانب غيرهم من المكونات الكثيرة، وليس مصادفة أن ينظر إلى الحركة الوطنية العربية في القرنين 19 و20 على أنها حركة تحرر وطنية عن سلطة الأتراك تقريبا مثل ما كانت وسط الشعوب اليوغوسلافية في اليونان والبلقان اللتين وقعتا في وضع مشابه بفارق وحيد، وهو أن المحتلين كانوا يفرضون على المهزومين ديانة أخرى. وهكذا فمنذ القرن 16 راح العالم العربي كشظية من الخلافة الأولى يتوجه تدريجيا بعد أن جزئ وأخضع إلى صياغة برنامج جيوبوليتيكي جديد. وفي القرن 19 صارت هذه التوجهات تتجسد في نظرية القومية العربية. 6. ظهور الدول العربية المعاصرة والمشروع العربي.
لم يكن سقوط الإمبراطورية العثمانية محفزا فقط بالعمليات الداخلية وبالنضال الوطني التحرري للشعوب الداخلة فيها، بل وبالقوى الخارجية وبالدرجة الأولى بريطانيا العظمى التي كانت تحلم باستعمار المساحات الواسعة من البحر المتوسط والضرورية بالنسبة لها بهدف السيطرة الجيوبوليتيكية على أوروبا. وقد استخدمت سياسة إنجلترا الاستعمارية المد التحرري الوطني لصالحها وساعدت على ظهور الدول العربية المستقلة. وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية أقيمت كافة الدول العربية الجديدة باستثناء العربية السعودية على أساس علماني كشبيه مباشر بالدول الكبرى الأوروبية الغربية الملحدة، والحدود بين الدول العربية المعاصرة تعسفية بصفة مطلقة، وأسست على مصطلح على تسميته بالمشروعية ما بعد الإمبراطورية. وهذه الحدود لا تحمل في ثناياها أي مضمون نوعي أو تاريخي، فالشعب الواحد بنفس الثقافة الواحدة يعيش كقاعدة عامة على جانبي الحدود، والتاريخ الدولتي لكل واحد من هذه الدول قصير لا يملك إلا أهمية بسيطة، والنزاعات بين الدول أقرب إلى المشاجرات منها إلى الحوار بين الثقافات أو الأفكار السياسية أو الحضارات. إن وعي الطبيعة المصطنعة للدول العربية وازدياد الاهتمام بالدين الإسلامي والدخول في العمليات السياسية من طرف الأوساط الاجتماعية التي تواصل حياتها بعفوية ضمن شروط المجتمع التقليدي أدى في مجموعه إلى التخمر التدريجي للمشروع العربي كإرادة نحو توحيد العرب في تركيب سياسي واحد. وللمشروع العربي صيغتان مبدئيتان، الاشتراكية والوطنية، أي وفق أسلوب حزب البعث، العلمانية المؤسسة على القومية والدينية الأصولية القائمة على فكرة العودة إلى التكاملية التقليدية، وهي موجهة أكثر نحو العربية السعودية الوهابية وأشباهها. ويتطابق المشروعان في طابع الإرادة الجيوبوليتيكية، توحيد الدول العربية في مدى سياسي استراتيجي موحد، إلا أن أيديولوجية هذا الاتحاد تتباين بشكل ملموس، فمهما يكن من أمر فإن جيوبوليتيكا تكامل العالم العربي تمثل أنموذجا جذابا لبناء المستقبل. والاستمالة نحو صيغة هذا المشروع من التركيب الجيوبوليتيكي أمر على غاية من الأهمية والملائمة من حيث التوقيت، ومن جهة أخرى فإن تراكما للعطالة التاريخية يحدث بالتدريج ضمن هذه التشكيلات المصطنعة كالدول العربية، فيتكون تاريخيا ما يشبه ضربا من الهوية الوطنية، وهو ما يصوغ من الناحية العملية الأقطاب موزاييك الجيوبوليتيكا المحلية. 7. حرب الخليج تحليل جيوبوليتيكي. قدم الجنرال النمساوي يورديس فون لوهاوزن كلاسيكي الجيوبوليتيكا المعاصرة مثالا للتحليل الجيوبوليتيكي لحرب الخليج سنة 1991، وهذا التحليل يظهر تطبيق المنهج الجيوبوليتيكي على مواقف محددة. فعراق صدام حسين يمثل دولة برية تتطلع إلى الاكتفاء الذاتي، ثرية جدا بالنفط وتتطلع إلى تصديره، والعراق هيرتلاند جهوي، ومن خلال إدراك الإنجليز لذلك يقيمون في منطقة الشاطئ دولة الكويت الدمية التي توصد الباب أمام العراق وتحكم بصفة مباشرة من قبل إنجلترا فالولايات المتحدة فيما بعد. وعندما يسير العراق في خطة السياسة الأطلسية الغربية لا يكون للرتاج في صيغة الكويت إلا قيمة محدودة، ولكن عندما يحاول العراق أن يخرج إلى السياسة المستقلة تكتسب مسألة السيطرة على الكويت معنى حيوي الأهمية، والكويت مأهولة بنفس العرب الموجودين في العراق. أما من الناحية الجيوبوليتيكية فهذه البقعة أكثر خضوعا للسيطرة الأطلسية المباشرة. صدام حسين يدخل الكويت لتكون له حرية الوصول إلى الموانئ، وردا على ذلك تدخل الجيوش الأمريكية والأوروبية مع إغضاء الاتحاد السوفيتي المهدود جيوبوليتيكيا الكويت، ثم الجزء الجنوبي من العراق، وتقذف بحسين إلى أعماق البلاد، ويدعم الرتاج الكويتي ويقفل العراق القاري. وبعد 11 سنة من الحصار يغدو احتلاله من طرف القوات الأطلسية مهمة تقنية لا أكثر. وكل الاستنتاجات والاقتراحات الشكلية للحرب لا تعني أي شيء، المضمون الصادق الوحيد هو خرق التوازن الجيوبوليتيكي
الحفاظ عليه أم تغييره؟ 8. النزاع العربي الإسرائيلي. الجيوبوليتيكا النزاع العربي الإسرائيلي قضية كبيرة منفصلة، وهي في أشد صورها عمومية توصف هكذا، ثم التفكير بإسرائيل كتكوين معاد لبريطانيا بالاعتماد على اليهود المنحدرين من روسيا، ثم صارت هذه الدولة الوطنية الاشتراكية العنصرية منطقة اهتمام كل من إنجلترا وروسيا السوفيتية الاشتراكية. ومنذ نهاية الأربعينيات قام الاتحاد السوفيتي باختياره لصالح دعم الجانب العربي، وصارت إسرائيل تماهي جيوبوليتيكيا مع الغرب. وإلى لحظة معينة بداية الستينيات كانت تل أبيب تحاول التوجه بصفة أكبر نحو أوروبا على مثال سياسة فرنسا، وفقط في سنة 1967 تعزز التأثير الأمريكي فيها بصفة نهائية. صار الاتحاد السوفيتي الأوراسي يدعم جانب الفلسطينيين والعرب على العموم، والولايات المتحدة الأمريكية تدعم بصورة مستمرة إسرائيل كقلعة جهوية للأطلسية. وحتى لحظة انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط العالم الثنائي القطب كانت أطروحة الانتفاضة تحمل طابعا أوراسيا صارما، وكان دعم فلسطين معيار الجيوبوليتيكا الأوراسية. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتقال الجيوبوليتيكا الروسية من حالة الفعل إلى الاحتمال تبدلت اللوحة كلها. فدعم موسكو لمنظمة التحرير الفلسطينية وعرفات، والذي كان مدفوعا بقوة الاستمرار، ثم أخذ يميل بصفة ملموسة نحو الضعف، صار يعني أقل بكثير مما كان يعنيه في السابق. كما أن مغزى الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية قد ضاع أيضا إلى بعض الحدود، واتخذ الصراع طابعا جهويا تلعب الولايات المتحدة خلاله لا على جانب واحد بل على الجانبين، بينما لا يبقى لروسيا التي ضيعت ذاتيتها الجيوبوليتيكية إلا أن تحاكي الولايات المتحدة الأمريكية من الجانبين. وإلى جانب هذا فقد أخذ ثقل أفعالها يتضاءل بشكل حاد. وبالإضافة إلى ذلك يغدو أكثر ازدواجية للمعنى التوجه إلى إقامة الدولة الفلسطينية نفسه، فهو يفقد معناه سواء في المشروع العربي مثل ما يفقده ضمن مشروع انبعاث الخلافة الإسلامية. وفضلا عن ذلك ففي عصر تكامل الدول القومية ضمن آماد كبرى لا تبشر إمكانية الدولة الفلسطينية حتى بالوصول إلى مظهرية السيادة. وعلى هذا يغدو الصراع الفلسطيني اليهودي لا جيوبوليتيكيا بقدر ما هو حضاري، ويحفز إلى التحول نحو مسائل دينية فلسفية أصولية لا توجد لها إجابة مرضية معروفة مسبقا. وبالإضافة إلى ذلك فإن النظر إلى الجيوبوليتيكا الجهوية لهذه المشكلة البالغة التعقيد يمكن أن يقدم جملة من النتائج المفيدة. 9. المشروع الأوراسي بالنسبة للعالم العربي. أتقدم في الختام ببضع كلمات حول الرؤية الأوراسية لمستقبل العالم العربي. ينطلق المشروع الأوراسي من أن الإنسانية في القرن الحادي والعشرين يجب أن تعيش ضمن شروط التعددية القطبية لا وحدة القطب، فالعولمة الوحيدة القطب تحمل في ثناياها خطرا مميتا على الإنسانية، ويجب أن يعلن خيار واقعها في وجهها. ومثل هذا الخيار لا يمكن أن يكون مشروع الحفاظ على الدول القومية السابقة مثل فرنسا ومصر ولبنان وروسيا وإيران وسواها. ويستحيل على كل دولة من الدول القائمة حاليا باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى حدود القطب بمفردها، وفقط عن طريق التكامل مع مجموع نجوم الآماد الكبرى يمكن إقامة التعددية القطبية الحقيقية. والمشروع الأوراسي للعالم المتعدد الأقطاب يرى أربعة أحزمة كونية موزعة على خطوط الطول: الأمريكي والأورو أفريقي والأوراسي والباسيفيكي، وكل حزام يتكون من عدة آماد كبرى، والعالم العربي يمثل في هذه اللوحة واحدا من ثلاثة آماد كبرى للحزام الأورو أفريقي، وعلى شماله يمتد المدى الكبير الموحد للاتحاد الأوروبي، وإلى جنوبه المدى الكبير لأفريقيا السوداء، والمدى الكبير للعالم العربي يمثل المعسكر الذاتي المكتفي بنفسه والموحد حضاريا وثقافيا ودينيا واقتصاديا واستراتيجيا، وهو يتلقى الدعم التقنو اقتصادي من الشمال، ويدعم هذا النبض المتنامي باتجاه الجنوب الأفريقي عبر الصحراء.
وينبغي الأخذ بعين الاعتبار إزاء ذلك أن المشروع الأوراسي يرى الإسلام القاري غير العربي مدى كبيرا مستقلا بذاته يرتبط تقنيا وفق خطوط الطول بروسيا الأوراسيا، وهو ما لا يعني بصورة طبيعية احتكاكات مع المدى الكبير العربي. وهذه المشاريع الأحزمة والآماد الكبرى تنتمي على فكرة إلى جيوبوليتيكا المستقبل، ودراستها التفصيلية أمر تنهض به المدارس الجيوبوليتيكية الجديدة. أما كيف تكون صورة المضمون الأيديولوجي للمشروع العربي فأمر يحله العرب أنفسهم، والشيء الوحيد الذي يلزم التحذير منه هو أن الافتراض الشديد الشكلية للبواعث الكونية التي تكاد تكون شمولية بالدرجة نفسها لمثل هذا التكامل الذي كثيرا ما نصطدم به في مشاريع الأصوليين والسلفيين والوهابيين الذين يبسطون أنموذج الخلافة ليس فقط على العالم الإسلامي كله بما في ذلك غير العربي منه بل وعلى الإنسانية كلها، لا يساعد بصورة واضحة على تحقيق آمال الوحدة العربية في التطبيق. وفضلا عن ذلك فإن شعارات الأصوليين المبالغة في عدوانيتها ضمن أسلوب Islamic World State يمكن بكل سهولة أن تحول أصدقاء العالم العربي وحلفائه والذين ينتسب المؤلف إليهم دون تحفظ إلى أمر مختلف تماما يصل حتى درجة المعادين. والأمر الأخير أن أواصر تاريخية كثيرة العدد تجمع بين الروس والعرب، ولكن بالإضافة إلى الماضي هناك المستقبل أمامنا، فأمامنا بناء العالم العادل المتعدد الأقطاب الذي يحترم تنوع الثقافات والأديان والحضارات، وهذا يعني أن أمامنا أيضا عدوا واحدا هو العولمة الغرس الكوني للأطلسية، ومن المعروف أن لا شيء يوحد كالعدو المشترك. ولهذا أتطلع إلى ترجمة كتابي إلى اللغة العربية العريقة على أنها لبنة جديدة في مبنى النضال العظيم لليابسة ضد البحر، وأنا على قناعة من أننا بالاعتماد على الجيوبوليتيكا سنبني حقا العالم الجديد الأفضل، العالم العادل المتحرر من الاستغلال والعنف والنفاق. ألكسندر جاليفيتش دوغين بتاريخ 9/10 2003 موسكو.